24 ساعة تفصلنا عن المباراة التي ستبقى دوما الأهم على صعيد الكرة المصرية والعربية والإفريقية. إنها القمة، وهي قمة، هي قمة قد ضاع صيتها في الشرق والغرب، هي قمة يحفظون حكايتها عن ظهر قلب، هي قمة يلتفون حولها من كل حدب وصوب. اسألوا عنها الوطن العربي والقارة السمراء، الأهلي والزمالك، كتب تاريخهما الأجداد والآباء. الزمالك والأهلي حاضر هما أمجاد بمختلف الأسماء، الأهلي والزمالك والمستقبل لهما أحفاد بعد أبناء. الزمالك والأهلي والأهلي والزمالك، ابدأ بمن تشاء، هما وجهان لعملة واحدة كالشمس والقمر في السماء. فوزاً باللقب، على أكثر وصولاً للنهائي، على أكثر لاعباً لهذه البطولة. كيف لا نعود ونحن الزمالك؟ كيف لا ننهض ونحن الفرسان؟ يا عالمون الحلم، يا عالمسيكة، دي مش كورة، دي مسيكة. هذا ديربي ستتداوله الجماهير جيل من بعد جيل. مشاهدينا الكرام، بيسعدني ويشرفني ان اكون متواجد معكم على ملعب اون تايم. طبعا تواجد زملائي الاعزاء، كل من زميلي العزيز كابتن احمد شوبير وايضا الكابتن سيف زاهر، لمباراه القمه التي تجمع بين الاهلي والزمالك في السعوديه بمشيئه الله. سيسعدني ان اكون متواجد معكم اليوم وغدا بمشيئه الله في ملعب اون تايم. هبدا مشاهدينا الكرام باولى الاخبار الخاصه بهذا اللقاء الذي يجمع الاهلي والزمالك، حيث صرح المستشار التركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في احتمالية إقامة مباراة نهائي كأس مصر في الموسم المقبل إن شاء الله بتواجد في السعودية، على غرار مباراة طبعا الكأس السوبر التي كانت متواجدة في أبوظبي في المرحلة الأخيرة أو الإمارات. احتمالية المواسم القادمة تكون مشاركة نهائي كأس مصر في السعودية، ويزال يناقش هذا الأمر مع معالي المستشار التركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وأن موسم الرياض سوف يشهد ثلاث أحداث متتالية هذه الأيام، أبرزها هي مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في هذه النسخة. الخبر الآخر خاص بالدرع، درع يهدى للفائز بكأس مصر في هذه المباراة التي ستقام غدا بمشيئة الله. وتم كشف النقاب عن شكل الدرع اللي يحمل بعض المعالم السياحية بين مصر والسعودية، وهو مطلب الذهب الكامل وتكلفته ما يقارب من 125 ألف دولار قيمة هذا الكأس. في اجتماع خاص مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك مع لاعبين نادي الزمالك، هو طبعا هذا هو الدرع الخاص الذي يسلم الى بطل هذه النسخه بين الاهلي والزمالك الذي يقام في السعوديه وتحديدا في ملعب الاول بارك، ويقام غدا بمشيئه الله في تمام الساعه 7:30 بتوقيت القاهره. الخبر الآخر خاص بجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك واجتماعه مع اللاعبين قبل انطلاق هذه المباراة، وهي المباراة الأولى لجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك في القمة. وطبعا هناك ثلاث مباريات فاز فيها نادي الزمالك، الثلاث مباريات الأخيرة في كأس مصر فاز فيها نادي الزمالك على النادي الأهلي، لكن كولر تفوق في الثلاث مباريات الأخيرة للنادي الأهلي على نادي الزمالك بمختلف المديرين الفنيين. كما أيضا الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك قال في تصريح خاص انه
يعمل في حصد لقب كأس مصر، لأنها ستكون طبعا مهمة جدا لنادي الزمالك في المرحلة المقبلة، وخاصة التتويج بالكأس والمرحلة المقبلة لنادي الزمالك بعد الصفقات التي انتدبها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أكد على ضرورة طبعا عودة العلاقات بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك، وشهدنا بالأمس طبعا صورة تجمع بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وأقيم طبعا هذا الاجتماع على هامش نهائي كأس مصر واحتفالية كبيرة بين الأهلي والزمالك. وأقر طبعا ان نهائي كاس مصر يقام في السعوديه لاول مره، وكان وصرح ايضا ان هم متشرفين طبعا باهلي السعوديه كلهم. واجتمع طبعا كابتن حسين لبيب باللاعبين وقال ان اللاعبين على افضل ما يكون، وهتكون مكافاه لنادي الزمالك او من اللاعبين لنادي الزمالك بعد تلبيه كل طلباتهم في المرحله الاخيره من لاعبين نادي الزمالك نادي الزمالك. الخبر الآخر خاص بالمعسكر الأحمر، وكانت هناك شكوك حول مشاركة رضا سليم وغياب كوكا عن مباراة الأهلي، وكان هناك مشاكل في بالنسبة لرضا سليم في العضلة الخلفية، لكن شارك رضا سليم في التمرينات الأخيرة للنادي الأهلي واستعدادا لمباراة الزمالك، لكن تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن مباراة الأهلي، بالإضافة طبعا لمحمد الشناوي وياسر إبراهيم ووسام أبو علي وكريستو وأليو ديانج طبعا لإجراء العملية الجراحية. الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هيغيب طبعا هذا اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، لكنه سافر إلى الرياض ليدعم فريقه ويكون حاضر لنهائي كأس مصر، انه واحد او هو الكابتن فريق النادي الاهلي، وخلفه طبعا الكابتن رامي ربيعه ثم الكابتن محمد هاني، لكنه سافر اليوم كابتن محمد الشناوي ليكون لمؤازره اللاعبين في المرحله المقبله لبطوله كأس مصر، ومباراه مهمه بين الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في السعوديه بمشيئه الله. نستكمل مشاهدينا الكرام ملعب اون بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. لكن قبل الفاصل هنتقل إلى المراسلين، كل من زميلي العزيز عمرو مختار وزميلي العزيز أحمد المسيري. هبدأ مع زميلي العزيز أحمد المسيري، وماذا عن المعسكر الأبيض من أمام نادي الزمالك، وماذا عن هذا اللقاء الذي يجمع بين نادي الزمالك والنادي الأهلي في نهائي كأس مصر لأول مرة في السعودية؟ زميلي العزيز أحمد المسيري، وماذا عن استعدادنا للزمالك لهذا اللقاء؟ مرحب بيك زميل عزيز تامر صار، وبرحب بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس من هنا من امام مقر نادي الزمالك ب 100 عقبه. لا صوت يعلو فوق صوت نهائي الكاس والذي سيجمع الزمالك مع الاهلي غدا الجمعه بمشيئه الله، والذي سيقام للمره الاولى خارج مصر وتحديدا في المملكه العربيه السعوديه على استاد الاول بارك. يمكن مجلس اداره نادي الزمالك استعد لتلك المواجهه الديربي الاشهر عربيا وافريقيا من خلال وضع شاشات عملاقه في اماكن متفرقة في مقر نادي الزمالك، خاصة في ظل الإقبال الكبير والمتوقع من جانب أعضاء الجمعية العمومية الذي من المنتظر أن يتوافدوا بالآلاف غدا على مقر النادي لمتابعة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي الكأس. خليني أقول لك زميل عزيز تامر صقر، إن يمكن من خلال لقاءاتنا مع أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك أكدوا ثقتهم الكبيرة في قدرة الفريق في تحقيق الفوز والتتويج بلقب الكأس، رهنوا على الصفقات الجديدة التي أبرمها مجلس الإدارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خاصة عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمد شحاتة. يمكن ايضا من خلال حديثي مع اعضاء الجمعيه العموميه يمكن كانت التعليقات معظم التعليقات كانت ايجابيه بعيده تماما عن التعصب في ظل او بعد الزياره التاريخيه التي قام بها مجلس اداره نادي الاهلي لمجلس اداره او لمقر نادي الزمالك منذ ايام قليله. يمكن الجماهير اجمعوا وتمنوا ايضا ان تخرج القمه المصريه بين الزمالك والاهلي بما يليق بسمعه ومكانه الكره المصريه. يمكن دي كانت ابرز اخبار قبل 24 ساعة من الديربي المنتظر بين الزمالك والأهلي في نهائي الكأس. والآن تعود الكلمة إلى الاستديو زميل عزيز تامر صقر. شكرا لزميلي العزيز أحمد المسيري من أمام نادي الزمالك، ومن أمام النادي الأهلي زميلي العزيز عمرو مختار. ماذا عن
القلعة الحمراء واستعدادها لهذا اللقاء، اللقاء الأول الذي سيقام في السعودية في نهائي كأس مصر بمشيئة الله. برحب بك زميل عزيزي تامر صقر، برحب بمشاهدينا الكرام هنا من امام مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلينا اقول لك يعني زي ما ذكر زميلي احمد المسيري عن عوده ورياده الكره المصريه وشكل الكره المصريه، لا صوت يعلو فعلا هنا امام مقر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي خارج النادي وداخل النادي عن اللقطه الحلوه قوي اللي شفناها امبارح بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك، وان ده اللي يدل على هنشوف مباراه كويسه جدا جدا في الروح الرياضية، مباراة داخل اللعيبة اللي الصورة اللي الجمهور الجمعية العمومية هم اللي بيقولوا الصورة اللي امبارح نشرت على السوشيال ميديا ادت انطباع، هتدي انطباع كبير قوي للعيبة، الكرة مكسب وخسارة خلاص مفيش، انتهى عصر التعصب. خليني اقول لك يمكن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب يعني كلف الإدارة التنفيذية الممثلة في الدكتور سعد شلبي بتوفير جميع سبل الراحة لدى أعضاء الجمعية العمومية. بكره برضه شاشتين عملاقتين، هيكون هناك كراسي كتير جدا داخل الجامعة، خاصة ان بكره هيكون يوم الجمعة عطلة رسمية لكل الناس الموجودة من الجمعية العمومية. يمكن ايضا النادي الاهلي احتمال في حالة الفوز هيكون في احتفالية داخل مقر النادي الاهلي. طيب الجمهور قال ايه بقى؟ جمهور النادي الاهلي في الواثق جدا في جمهور، وده الاطفال، يعني انا شفت الاطفال واثقين جدا جدا جدا، يقول لك لا احنا خلاص هنكسب 2 و3 و4. طيب الشباب بيقولوا ايه؟ الشباب بيقولوا لا احنا خايفين، شكل نادي الزمالك والصفقات اللي عملها حاجه كويسه، اصابات النادي الاهلي ممكن يبقى عنده اصابات ممكن تاثر بشكل الى حد ما، لكن احنا برضو واثقين. لكن الكبار بقى واثقين جدا جدا جدا، عندهم يقولوا احنا عمر النادي الاهلي ما دخل علينا رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين، او العيد، الا ان النادي الاهلي دايما بيفرحنا على حد قوله. ممكن الاجواء هنا اجواء جميله زي ما قلت لك يا تامر، اجواء اللقطه بتاعه امبارح اثبتت للجميع ان بكره ان شاء الله نلاقي مباراه تشهد الروح الرياضيه قبل اي شيء. كان هنا من امام النادي الاهلي، عوده ليك زميل عزيز تامر صقر. شكرا لزميلي العزيز عمرو مختار، وايضا شكرا لزميلي العزيز احمد المسيري من امام نادي الزمالك. نستكمل المشاهدين الكرام الفقرات الخاصه بملعب اون بعد الفاصل، ابقوا معنا. هنا القاهرة. فريق الأهلي ينزل إلى أرض الملعب ويبدأ الزمالك ضربة البداية. كابتن الخطيب يتقدم لحسن شحاتة، روح رياضية حقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، بيسعدني ويشرفني ان يكون معنا نخبه من المعلقين ومن افضل المعلقين ليس في مصر فقط ولكن ايضا في الوطن العربي بالكامل، وتشرفت
اني اشتغل معهم سواء في السابق او في الحالي في قناه اون تايم سبورتس. هبدا مشاهدين الكرام مع الدكتور طاهر رضا. دكتور طاهر اهلا بيك. اهلا بيك، شرفنا ومنورنا. اهلا بيك، انا متشرف بيك. اهلا وسهلا. ايضا برحب بالكابتن ايمن الكاشف. كابتن ايمن اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. ربنا يخليك يا استاذ سامر، انا سعيد النهارده ان انا موجود معاك. ده شرف ليا والله بجد. ربنا يخليك. ايضا برحب بالكابتن محمد الكوني. كابتن محمد اهلا بيك حبيبك. شرفنا ومنورنا. اهلا بيك وسعيد بوجودي معاك. والله زمان، والله زمان. ايضا برحب بالكابتن مؤمن حسن. كابتن مؤمن اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن تامر، منورنا. اتشرفت اتعامل معهم. اول مره اشتغل معاك في اون، بس اتشرفت بيك طول يعني طوال فتره الشغل المتواجد. دي حقيقه كابتن تامر، وكنا دايما بنتقابل من الكابينه قدام الاستوديو، لكن النهارده مقابله خاصه جدا بالنسبه لي وشرف ليا اكيد. مشاهدينا الكرام، القمه باصوات المعلقين. سادتي سادتي، اطيب التمنيات من استاد القاهره، احداث المهرجان الرياضي الكبير، محبي وعشاق الكره المصريه، ناخد اليكم المباراه المرتقبه. احييكم مشاهدينا الكرام واسعد بصحبتكم. سنة كده نسمع اسماء جديده. اقول لك ايه، عندك ايه، الله الله، يا سلام، الكره دي هدف تاريخي. ودي مره ثانيه فرصه جول، لكن المره دي البدايه غير. برونو سافيو في اول قمه، دخل زيزو جول. كرة حلوة ملعوبة بينية، 10 على 10. دكتور طارق، هل المعلقين مدارس مختلفة؟ طبعا مدارس، في مدارس طبقا للمكان اللي جايين منه، يعني مدرسة امريكا الجنوبية كده ليها طباعة خاصة، مدرسة الاوروبية اللي هي كلام قليل شوية، المدرسة بتاعتنا بتاعت منطقة الشرق الاوسط المنطقة العربية بيبقى فيها شوية نوع من انواع ايه، المحسنات البديعية كده في كرة القدم زي الشعر كده، عارف. فمدرسة اسيوية قريبة شوية من مدرسة امريكا الجنوبية، فيعني مدارس دي مدارس، وفي مدارس بقى ضمنية، يعني المصريين احنا كده مع بعض، كل واحد ليه مدرسة معينة. هتلاقي مثلا حتى المعلقين الأوروبيين التون ممكن يختلف من واحد لواحد، مدارس مختلفة داخل كل مدرسة كبيرة. يعني المدرسة الكبيرة أنا بشوف أمريكا الجنوبية وأوروبا، وإحنا عندنا المنطقة العربية والمنطقة الأسيوية. أكتر مدرسة تحبها إيه؟ بص، إحنا المدرسة الأوروبية شوية ما تنفعناش، يعني إيه اللي هو يقول لك كلمة كده ويسكت عليها، إحنا لو عملنا كده إحنا نروح ورا الشمس، ما ينفعش. فالمدرسة اللي هي بتاعة أمريكا الجنوبية وبتاعتنا متقاربة شوية في حتة التفاعل مع المباراة، وإنك بتعيش المباراة بصوت المعلق نفسه. أما بتعلى وتيرتها بيعلى المعلق، ولما بتهبط وتيرتها بينزل المعلق برضو بالتون شوية. وفي زي ما قلت لك المحسنات البدائية دي اللي احنا مميزين بيها. فأنا بشوف دي المدرسة اللي احنا نتقبلها أكتر. كابتن أيمن، في رأيين. رأي بيقول من أسهل المباراة تحضر لها مباراة القمة، وفي رأي يقول لك من أصعب المباراة تحضر لها مباراة القمة. أنت أنهي رأي فيهم؟ هي فعلا الرأيين يكاد يكونوا سلام 100%، لأنها هي من ناحية التحضير كأرقام وكلاعبين وطاقم تحكيم، الكل حتى الناس العادية في الشارع عارفينهم. يعني أنت مفيش لعيب مجهول بالنسبة لك، أو تاريخه أو ما قدمه من قبل، كل الأوراق تقريبا واضحة. لكن الصعوبة في استخدام الكلمات واستخدام الألفاظ نظرا لحساسية وصعوبة وجماهيرية القطبين. كلمة بحساب؟ الكلمة بألف حساب، لأن الكلمة لازم تبقى محددة وواضحة ولا تحمل أكثر من معنى، وإلا في فريق هياخده على محمل جيد وفريق آخر هياخده على محمل سيء. فإذا الكلمات لابد أنها تكون واضحة وصريحة ولا تحتمل أي معنى آخر إلا المعنى اللي بيقصده المعلق. فعلشان كده الكلام هو زي ما يعني سهل وفي طياته صعب. إن أنت المعلومات والأرقام والإحصائيات سهلة جدا، صحيح، لكن كيفية إدارة اللقاء إزاي هتحكي دلوقتي بقت سهلة، زمان ما كانتش سهلة أيام الكابتن يعني. بالعكس، لا دلوقتي الانترنت اصبح الامور سهله. بالعكس، كانت المعلومه مش سهله، صح؟ المعلومه ما كانتش موجوده اصلا،
يعني انا يعني دلوقتي قصدي اسهل من زمان اون تايم كانت بتستعرض لقاءات القمه في فتره الثمانينات والتسعينات، ما كانش في معلومه اصلا. صحيح، واخد بال حضرتك؟ كان وصف دقيق لما يحدث داخل التسعين دقيقه، ما كانش في معلومه. اللي دخل المعلومه ربنا يديله الصحه الكابتن ميمي الشربيني. صحيح، تمام. وكانت المعلومه عباره عن مجدي عبد الغني 24 سنة، مجدي بكالوريوس أداب، عنده أولاد كده، معلومات طريفة ومعلومات غريبة، واخد بال حضرتك؟ صحيح. صحيح. لكن التطور دلوقتي في المعلومات، احنا بنقول عدد المشاركات وعدد الأهداف وإجمالي عدد الأهداف والإسهامات والتمريرات الأسيست، كل المعلومات دي ما كانتش موجودة. لا. لكن الصعوبة دلوقتي أكتر. صحيح. لأن في سوشيال ميديا وفي ناس متربصة وفي ناس بتنظر ان انت متحيز للابيض او للاحمر. فالصعوبة ازدادت. كابتن محمد الكونيه بقى بشوف معاه ورقة قد كده كل مرة من مدرسة تشكور من زمان. لا ده من زمان ورقة قد كده، يعني لو داخل يعمل محضر، داخل يعمل بص محكمة، لو محكمة بيرتفع في قضية مش كل ده. والحكم بعد الدولة. مدرسة التحضير. انا بحب التحضير جدا، وبحب ان انا اجهز تجهيز كامل بشكل مستفيض، وكل صغيرة كبيرة في الفرقتين، في طاقم التحكيم، في الأجهزة الفنية، في الملعب، في البطولة، في تاريخ البطولة، كل ده أنا طبيعتي كده، تعودت على كده. وخلي بالك عملوها تاني في شوط تاني وساعات ما بعملهاش خالص. وخلي بالك ساعات بنسبة كبيرة جدا كل المعلومات دي ما بقولهاش، لأن كل ده بيتصب على المباراة، مستوى الفن عامل إزاي. لو مستوى الفن بتاع المباراة حلو، مستوى فني عالي جدا، فده فرقتين بلم الورق ده كله احطه في الجنب. طب نفس السؤال سالته للكابتن ايمن، هل المباراه تحضيرها سهل؟ مباراه الاهلي والزمالك تحضيرها سهل؟ لا صعب. اصعب؟ اصعب من اي مباراه اخرى؟ تحضيرها صعب، مش تحضير ورق وقلم، تحضير ذهني اثناء المباراه 90 دقيقه. لان زي ما الكابتن ايمن قال، مش الكلمه، ده الحرف. الحرف يقول لك ده انت زملكاوي، لا ده انت اهلاوي. وبعدين اتفرج بقى لو فريق مثلا فاز على الاخر، فالفوز والاهداف بتخلي المعلق يتفاعل مع الاهداف، فيقول لك شوف التفاعل، نتفاعل عشان اصل ابيض اصل احمر. فالقصه بتبقى صعبه جدا جدا بالنسبه لمعلق المباراه. ولكن ماتش اهلي وزمالك ده ماتش زي ما بيكون كده، عرس للجماهير وللاعلام، عرس للمعلق الرياضي. لان يعني ماتش القمه ده ماتش تاريخي وماتش كبير، واي معلق يتمنى هو يعلق عليه. لان اي ماتش اهلي وزمالك حتى لو المستوى الفني الى حد ما مش جيد، المعلق بيستمتع بيه. صحيح. وبيحاول يطلع كل ما هو جديد، وبيحاول ان هو يعمل لون ليه ويطلع كلمه حلوه عنه. او يطلع فيه معين يليق بجو المباراه. فماتش اهلي وزمالك دايما على مر الزمان وعلى مر العصور ماتش له نقه خاصه وله جماهيريه خاصه. وزي ما بنشوف في ماتشات القمه، ممكن لعيب مش معروف يتالق في الماتش ده، ممكن معلق برضه بكلمه حلوه بافيه جميل يسمع مع الناس. كابتن مؤمن، هل انت من المدرسه اللي في معلقين جوه الكابين تعليق بتلاقيه واقف ويتنطط ويروح ويمين ويتفاعل مع المباراه، هل انت من النوعيه دي؟ لا، الحقيقه انا ببقى قاعد ثابت، بيبقى المايك في ايدي وببقى مركز جدا مع ال 90 دقيقه. خد بال حضرتك ان المعلق بيبقى اكتر واحد مركز في ال 90 دقيقه. صح. ممكن يكون اكتر من المديرين الفنيين، ممكن المدير الفني يتدور يبص ما يبص، احنا ما ينفعش نتدور. وفي حد بيسنده المدرب. مظبوط، في حد بيسنده. احنا ممكن حد يسندنا في الهيدفون بس شويه، خلاص انت خلصت، بس طلعنا على الهواء خلاص وقدامنا حاجه من غير سكريبت. انت محضر السيناريوهات اللي كل مره حضرتك بتحضرها للمباراه. التحضير بقى في ايه يا كابتن تامر؟ ان انت تربط التحضير بتاعك بالاحداث اللي موجوده في اللقاء. وفي مباراه زي دي، يمكن انا وجهه نظري ان دي مباراه سهله جدا، طالما انا حاطط لنفسي حدود في كل المباريات ما بخرجش عنها، حدود في الكلمات بتاعتي، حدود في الوصف، بمعنى ان انا ادي لكل واحد حقه. لو في حاجه سلبيه انا بوصفها، لو في حاجه ايجابيه بقول. طب عندك الماتش ده او عندك المباراه دي، اهلي وزمالك، تمام، تبدا باهلي وزمالك ولا زمالك ولا دي، بتحسب برضه عليه كمعلق؟ بشوف زي ما السكور جاي بالظبط، هو مين صاحب الارض الاول، نهائي كاس، نهائي كاس، اهلي وزمالك ولا زمالك واهلي، زي ما هيتقدم، زي ما هيتقدم بالظبط. يعني لو زمالك واهلي هقول زمالك واهلي، لو اهلي وزمالك هقول اهلي وزمالك. يا اما هبدا بالفريق اللي على اليمين والفريق اللي على الشمال، يا اما الفريق اللي على الشمال والفريق اللي على اليمين. لا، بس دايما في المباراه تيم ايه وتيم بي، تيم ايه وتيم كان، ده اللي كنت اقصده. حتى زي مثلا نهائي القرن كان الزمالك هو التيم، لكن المشاهد او المتلقي او المستمع ما بيعرفش تيم ايه وتيم بي.
فهو بيحسبك. لازم اقدمها بقى كابتن تامر هنا، لازم اقولها انا بقول ليه الفريق اللي في الاول، وبقولها مره واحده وما تدوسش عليها، يعني بكمل على طول معلومه هنا ومعلومه هنا، هو هيحس ان انا محايد. نعم. على طول هروح لواحد من المعلقين المتميزين اذا كان يكون الافضل معلقين في الوطن العربي، واحد من شخصيا بحبهم، كابتن فهد العتيبي. كابتن فهد اهلا بيك، شرفنا ومنورنا وكل سنه وانت طيب. مساء الخير كابتن تامر، تحياتي لكل الزملاء الاساتذه الموجودين معك في الاستديو، وتحياتي لكل المتابعين، وسعيد جدا اني اطمعكم في الحلقه هذه. كابتن فهد، يعني كيف ترى مباراه الاهلي والزمالك ولاول مره تقام في السعوديه وبطوله نهائي كاس مصر، وازاي بتحضر المباراه دي؟ واول حاجه انا اعبر عن سعادتي الصراحه على انه مباراه نهائيه في بطوله كبيره زي كاس مصر، بطوله لها تاريخ عريق وتاريخ طويل جدا، انه المملكه تكون اول بلد يستضيف بطوله خارج حدود مصر، وبصراحه هذا الشيء يعطينا حماس كبير جدا عشان نشوف مباراه بكره مختلفه من ناحيه تنظيميه ومن ناحيه جماهيريه، وتلعب في اجواء مختلفه شويه عن خارج مصر. بالتأكيد نشوف بطولات ثانية، بطولات كؤوس في أوروبا أصبحت تلعب في خارج إسبانيا وخارج إيطاليا على سبيل المثال، كأس إسبانيا وكأس إيطاليا وفي أماكن ثانية، فشيء جميل بصراحة أن الجمهور الموجود هنا الجمهور المصري الكبير اللي يعشق الفريقين يحضر مباراة خارج الحدود ويتابع مباراة، فإحنا سعداء جدا بصراحة أن المباراة تقام في الرياض، وأكيد أنه مباراة نهائية مختلفة عن أي مباراة ثانية، أكيد أنه تاريخ كبير فيها النهائي والأول مرة خارج مصر، أكيد أنه النهائي بيكون فيه تحضير مختلف للفريقين وللمعلق وجاهزية كبيرة، وإن شاء الله تكون مباراة مكتملة الأركان من ناحية تنظيمية ومن ناحية تحكيمية ومن ناحية جماهيرية ومن ناحية الأداء الفني إن شاء الله داخل الملعب. هل الإفيهات المعينة للمعلقين، وأنا عارف دائما وأبدا حتى في الدوري السعودي وعندكم دربيات كثيرة في الدوري السعودي، هل الإفيهات بتبقى محسوبة برضو ولا بتيجي وليدة الصدفة للمعلق؟ والله كابتن هي على حسب ظروف المباراة، أوقات يعني من غير ما تعمل أو من غير ما تحضر أوقات يطلع منك كلمات تعبر فيها عن اللي تشوفه في الملعب، في أشياء كثيرة تطلع من المعلق بدون تحذير بدون سابق إنذار وتسمع ويكون لها صدى كبير، فمباراة زي مباراة بكرة أكيد أنها أي معلق يتمنى يعلق عليها أنها كمباراة نهائية وكرنفال كبير ومباراة جماهيرية، فالمعلق أكيد يعيش الحدث من قبل بداية المباراة حتى هو يتابع الأخطاء والأحداث اللي قبل المباراة والتعليقات الجماهير والحضور الجماهيري بعد كذا وقت المباراة، فكل هالأشياء تخلي المعلق يدخل جو المباراة قبل ما تبدأ، فطبيعي أن يكون جهز نفسه بشكل جيد، ويطلع منه أحيانا يعني من غير تحضير أحيانا يكون في تطلع منه كلمات تسمع عند الجمهور وعند الناس. السؤال الأهم، هل الدربيات تحضيرها أسهل كما ذكرت أو كما اتكلمت مع الكباتن، هل الدربيات أسهل في تحضيرها ولا أصعب؟ والله يا كابتن هي الدربيات المهم في الدربيات دائما في رأيي أنه أنك تمسك العصا من الوسط، أنه ما يكون في تميل الحد لأي من الجهتين وأنت تعلق في موضوع الحياد، هذا أهم شيء. تحضير أنا أعتقد أنه ديربي سهل جدا انه تعلق عليه بحكم انه مباراه كبيره ومباراه محضره في معلومات المتوفره وكذا، ولما تكون مباراه ديربي تكون مباراه حيه مشتعله وقويه، فالمعلق اكيد انه حيعيش الحدث ويكون حماسي، فما تحتاج معلومات كثيره بقدر ما تحتاج انك تكون مركز وقت المباراه وتتفاعل مع احداثها ومع كل فرصه تصير فيها. فانا اعتقد انه الديربي بالعكس اي معلق، وانا متاكد ان الاساتذه اللي عندك يعشقون التعليق على مباريات الديربي، لها صداها ولها جماهيريتها ولها مكانتها عند المعلقين. السؤال الاخير، اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا خليني في النص. استمتع ان شاء الله بالمباراه، وتحياتي لك يا كابتن حبيبك الاساتذه الموجودين عندك في الاستديو ان شاء الله. حبيبك يا كابتن، بالتوفيق دايما ودايما مشرفنا، وبالتوفيق دايما ان شاء الله، وكل سنه وانت طيب. الف شكر. شكرا حبيبك. شكرا لك كابتن. دكتور طارق، ليك طقوس معينه قبل المباراه؟ قبل ما تعلق؟ بص، هو انا ليا طقوس في اي مباراه، وعلى فكره ساعات انت بتبقى عندك مباراه مثلا انت تظن بالشكل كده من بره ان المباراه دي يعني مباراه تعبانه يعني، وقدامها بالذات بقى الا بقى لو قدامها مثلا في اوروبا مباراه كبيره، في مصر هنا مباراه كبيره، في افريقيا مباراه كبيره، فتلاقي المباراه
يعني خدتك في حته تانية خالص غير اللي انت متوقعها. 4 3 5 4 زي مباراه سيراميكا وبلديه المحله. سيراميكا طارق بلديه المحله سيراميكا انا سيراميكا وبلديه المحله في نفس توقيت ماتش الاهلي. الاهلي وبلديه المحله انا مش هشوف ماتش الاهلي يعني حتى ايه يعني بالنسبه لي ماتش الاهلي او الزمالك الماتشات الافريقيه بالنسبه لي بحطها كاركايف كده جوه دماغي عشان انا لازم ابقى بتفرج على الماتش كله. فوجئت من الماتش يجي 5 3 فيه 8 تجوال. مفيش ماتش في الدوري السنه دي جه فيه عدد الاهداف ده ومباراه من الاثاره ان الوقت بدل الضيع بس جه فيه 3 تجوال يعني فدايما انا بشوف ان تحضير اي مباراه انت لازم تروح مستعد. يعني كانوا زمان يقولوا لنا ايه لو في يعني مشجع واحد هيسمعك صحيح. ده كانوا بيقولوا في الاذاعه انت رايح على الاذاعه كده واحد هيسمعك واحد بس لازم تعمل نفس الاكشن اللي هتعمله في 20 مليون او 30 مليون هيسمعوك. بتبطل اكل قبل المباراه دي لازم 3 ساعات. 3 ساعات دي فعلا انت قلت نقطه تخص. مهمه جدا يتحايلوا عليا مثلا طب لا 3 ساعات تحسب الماتش مثلا 8 يبقى اخر حاجه تخش معدتي 5 ممكن بقى تشرب حاجه بس. لكن كابتن نايم في مساله الاكل لا لا انت 3 ساعات انت لسه واكل يعني مش قادر اكلها دي صح يعني لا في طقوس معينه ما فيش شيء محدد بس هو يعني غالبا ان انا ببدا مثلا شغل قبل المباراه غالبا ب 48 ساعه تحضر المباراة طبعا احضر المباراة لان انا بعتبر ان التحضير جزء وعامل مهم جدا مش على صعيد ان انت تبقى مزود بالمعلومات وبكم كبير من المعرفة على اساس ان انت تقولها خلال 90 دقيقة على الاطلاق. انا بعتبر التحضير جزء يخليك هادي متحرر من الضغوط عندك استعداد ان انت اي موقف يحدث في المباراه بتحط سيناريوهات ساعات يعني لو مباراه خلصت تعادل لو في طرد لو في مباراه في توقف. البدايه كنت بعمل كده في البدايه كنت بتوقع ودي خطا كبير يعني ممكن مش اتوقع نتيجه ممكن تتوقع مثلا النور يقطع فتفضل ثلث ساعه او لا. ربع ساعه لا لازم تملى في الربع ساعه وثلث ساعه لا ما هو انا بقول لحضرتك التحضير الجيد بيخليك متقبل اي شيء يحدث في المباراة فبيخليك ريلاكس. كل ما كان المعلق هادي وريلاكس ومركز في المباراة ما يبقاش عليه ضغوط وطالما ما هولوش ضغوط يبقى هيعرف يقول ويعرف يتكلم ويعرف اي موقف يحدث في خلال التسعين دقيقة حد يقع بقى النور يتقطع قطة تجري الكلام اللي احنا الغريب اللي بنشوفه احيانا ده انت عندك استعداد ان انت تبقى على طبيعتك وان انت تقول اللي يجول في ذهنك ويبقى عندك سرعة رد فعل. أنا بعتقد أن التحضير هو اللي بيخليك مهيئ نفسيا أن أنت تبقى يعني up to date ومتواكب مع الحدث. كابتن كولين تعلقت على مباريات كثيرة سواء في أفريقيا سواء في مصر سواء في أوروبا هل بتفرق مع المعلق الصورة التلفزيونية نفسها؟ أكيد طبعا أكيد الصورة وشكل الملعب والجماهير بيفرق كتير مع معلق المباراة حتى البروي حتى البروي طبعا لا البروي ده مهم جدا رقم واحد صح ده المزيكا التصويرية بالنسبة لمعلق المباراة أنا بشبه معلق المباراة زي المطرب لما يطلع على المسرح وبيغني بدون تواجد الفرقة الموسيقية بتاعته فمعلق المباراة لما يطلع هلا على الهواء الفرقه بتاعته الموسيقيه هو الصوت المحاضر وصوت المدربين وصوت الملعب وصوت الجمهور صوت الجمهور ده مهم جدا نعم. بالنسبه لي انا طبعا لما باجي اعلق لما يكون في مباراه مثلا يعني ما فيش فيها جماهير اللي عدد قليل جدا بطلب مهندس الصوت ان هو يسمع لي صدى الصوت بتاعي عشان اعيش جو الماتش واتفاعل مع المباراه دي اهم حاجه في شغل معلق كرة القدم هو صوت الجماهير والبروي يكون هو يعني جيد بالنسبة له في ودنه عشان يعيش الجو ويطلع كلام كويس ويعلق بشكل جيد أثناء المباراة غير الصورة غير الإضاءة غير التصوير غير الإخراج ده بيفرق كتير جدا جدا مع معلق المباراة. هل الجماهير بتفرق معاك كابتن مؤمن عدم وجود جماهير طبعا. زي لعيب الكورة ده انا الجماهير وكمان لعيبه الفرقتين علشان اقول لحضرتك موقف زي اللي ذكرته مع كابتن ايمن كنا في لقاء الاهلي والزمالك لقاء الاتوبيس الشهير وحصل ان احنا كنت انا وكابتن حاتم في نفس القناه ولكن قناتين صوتيتين
والكابينتين قدام بعض في كوريدور في النص. طبعا حضرتك حضرت 3 4 سيناريوهات للمقدمه بتاعه الماتش ده واحنا رايحين، الزمالك جاي، الزمالك مش جاي، الزمالك رايح بالناشئين، الزمالك فيه جهاز فني جديد. فطول ما احنا رايحين وكانت الدنيا زحمه يوميا لو حضرتك تتذكر، فاحنا مش عارفين احنا هنوصل اصلا ولا مش هنوصل. وصلنا وقعدنا وعمالين نغير في المقدمه بتاعه الماتش على حسب الاخبار اللي عماله تيجي كل شويه. بعد كده الاستوديو طول والمباراه بدايتها اتاخرت، فانا وكابتن حاتم بنمسي عليه طبعا كابتن حاتم بطيشه، فتحنا البيبان وبقينا واقفين بنكلم بعض هيحصل ايه هيحصل ايه شويه. وفجاه قالوا كابتن سيف زاهر راح مسلمنا، مش مسلمنا ماتش، مسلمنا على الهوا يعني انا وكابتن حاتم. فبنبص لبعض، يلا يا كباتن، يلا يا كباتن الهوا، طب هنعلق ازاي، هنقول ايه؟ شويه الحكام نازله، الاهلي نازل، والناحيه الثانيه مفيش حد، واحنا لبسنا السماعه وهنبدا نعلق. طب هنعلق على ايه؟ تلت ساعه على الهوا طبعا المقدمه اتضربت، مفيش ولا كلمه ينفع تتقال، وبتغير الكلام شويه، لعيبه الاهلي بتسلم على الحكام وما بتسلمش على حد الناحيه الثانيه وبترجع مكانها تاني، شويه لعيبه الاهلي بتسخن، شويه لعيبه الاهلي بتجري حوالين الملعب، كل ده واحنا هوا. كل ده انت محضر بقى كلام؟ هل اللي قاعد قدام الشاشه مستني معلومات في التوقيت ده؟ لا، هو مستني منك معلومه، مستني الزمالك يطلع فجاه، مستني وكاننا فيلم غريب في بيتي شحاته ابو كف هيظهر فجاه، مستني الزمالك يطلع مره واحده، والناس مستنيه منك خبر وانت مش عارف انت هتقول ايه، يعني خلاص المعلومه مش في وقتها. صح. والتحضير بتوصف الصوره، ووصف الصوره طول لحد ما رجعنا تاني للكابتن سيف، انقذونا بقى، يلا نرجع سلمت انتوا سيف، سلمنا بقى كابتن سيف. القمه الاولى للاعبين في هذا التقرير، ابقوا معنا. كسابقاتها منذ أول لقاء جمع بينهما خلال فبراير عام 1917، ستكون قمة الأهلي والزمالك فرصة لظهور نجوم جدد يشاركون فيها لأول مرة. الأهلي يخوض الكلاسيكو بحارسه الشاب مصطفى شوبير الذي قدم أوراق اعتماده في كل الفرص التي حصل عليها منذ نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، ويخوض أول مباراة له مع الفريق الأول ضد الزمالك بعد 40 عاما على مشاركة والده بالقمة 54 في ختام الدوري موسم 83-84. نهائي كأس مصر قد يكون الظهور الأول أيضا للمهاجم الفرنسي أنتوني مودست مع نادي القرن والمغربي رضا سليم، بالإضافة لعمر كمال عبد الواحد وإمام عاشور الذي شارك من قبل مع الزمالك وسجل هدفا ولا أروع في آخر نهائي جمع الفريقين قبل عامين. على الجانب الآخر، من المنتظر أن تشهد تشكيلة الزمالك مشاركة أكثر من لاعب جديد في مقدمتهم البنيني سامسون أكينيولا والوافدون الجدد محمد شحاتة وثلاثي الأهلي السابق أحمد حمدي وناصر ماهر وعبدالله السعيد الذي خاض العديد من المباريات بقميص الأهلي أمام الزمالك وسجل 4 أهداف أحدها في نهائي كأس مصر 2016 من علامة الجزاء. دكتور طارق، كنا بنتكلم عن تواجد الجمهور. حضرتك ذكرت او حضرتك شاهدت عصر التعليق من الملعب. مختلف تماما عن التعليق من الكابينه. تماما. هقول لك على حاجه، التعليق الملعب ده انا لازلت اذكر ان انت مش مساله ان انت قاعد في الملعب وسامع الناس، سامع الجمهور وكلام من ده، لا، في حاجه تانية. احنا كنا بننزل لغرف خلق الملابس واحنا اللي نجيب التشكيل بنفسنا، وبعدين في حته لغه كده انك بتشوف وش اللعيبه وهي داخله، خلي بالك ده مهم جدا، بيديك كده انطباعات عن ممكن ايه اللي يحصل، يعني انا وانا داخل شايف مثلا الاهلي والزمالك، شايف لعيبه الزمالك وشها عامل ازاي، شايف لعيبه الاهلي وشها عامل ازاي، مين اللي عنده ثقه اكتر، المدربين شغلهم ايه، وانت داخل كده شايف حتى السلوكيات بتاعت اللعيبه مع بعضها، هل بتهرج مع بعضها ولا مشدوده قوي متنشنه، كل الكلام ده كان بيضيف لك كتير جدا. فوق بقى كده ان انت وانت قاعد في الملعب وصوت الجمهور، يعني لسه الكواليني بيقول حاجه مهمه جدا، الصوت الجمهور وجاي فيه عندك كده زي ام كلثوم كده لما جت تغني في الاستوديو قالت لهم انا هغني للحيطه مش هقدر، ام كلثوم بتقول انا بستمد قوتي وطاقتي في الغناء
من ان انا شايف الجمهور قدامي شايفه بعيني. فانت بقى كمان مش سامع الصوت، لا ده انت شايفه قدامك، شايف التابلو كامل قدامك. يفرق كتير جدا 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 الجمهور وتواجده وقعدتك في المدرج او قعدتك في الكابينه من فوق وشايف الجمهور كده، ده تفرق بنسبه مثلا مش هقول لك اكتر من 60%. نعم. ايه المباراه اللي سمعت معاك كابتن ايمن تحس ان انت عملت فيها او قلت فيها في سمع معاك لحد دلوقتي؟ والله يعني مش مباراه محدده او انا مش فاكر، بس يعني لان احنا بنعمل عدد كبير من المباريات. طب ممكن تقول لي جمله للكابتن محمد الكوليني؟ طبعا عملوها تاني وجابوا الجون التاني ده مصر كلها عارفاها، مصر كلها عارفاها، ده الوطن العربي. طب دكتور طارق ياه ياه ياه. طب كابتن مؤمن شطها شومه في المرمى. لا كل معلق بيبقى ليه يعني انفعاله الحلو اللي يتناسب مع الحدث، يعني هو بيبقى لايق على شخصيته، لايق على تعليقه. يعني هو زي ما كواليني كان بيقوله والكابتن مؤمن بيقوله والدكتور طبعا كان بيتكلم، نسق يعني تصاعدي وبيطلع مع المباراة وبينزل مع المباراة وبيبقى جميل جدا لما بيبقى فيه جمهور. الجمهور هو المزيكا التصويرية للفيلم. طب انت طبعا بعيد عن الجمهور، ما تزعلش لما حد بيقلدك؟ لا خالص بالعكس، بتطلع على الكوميكس والحاجات حد بيقلدك ما تزعلش؟ لا بالعكس كابتن تامر، ده في ناس عملوا برامج عشان كانوا بيقلدوا عشان كده. بالعكس بالعكس ده بالعكس ده شيء جيد. انا اقول لحضرتك على حاجه، علمونا يعني كلنا تقريبا مدرسه التلفزيون او خريجين مدرسه التلفزيون المصري، يعني في الاعلام اتعلمنا ان انت لازم يبقى لشغلك رد فعل ايجابي حلو سلبي حلو، لكن ان انت تخش المباراة مثلا كمعلقين وتخرج من المباراة بدون اي بصمة، يبقى اهلا وسهلا حضرتك شرفت وما تجيش تاني. كابتن ايمن القطايف واللطايف والحلويات، واحنا داخلين على موسم ده الموسم بتاعه. اكتر مباراة صعبة علقتها؟ طبعا ماتش الاهلي وسان داونز ماتش الخمسه، ده من اصعب ماتشات حياتي. لما تكون داخل مباراه وواثق ان الاهلي في فورمه عاليه جدا وان يعني فكره الهزيمه كمان انت مش في دماغك، لان احنا الاهلي كان ساعتها في فورمه جيده وعامل ماتشات كويسه جدا والكل كان متوقع ان الاهلي هيعمل نتيجه ايجابيه مع سان داونز في مدينه بريتوريا، وتلاقي الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، وتلاقي كمان ان محمد الشناوي هو نجم المباراه. ده مطلع 8 تجوال يعني 5 تجوال مؤكده كمان مضيعهم. فدي طبعا كانت من اصعب الماتشات اللي مرت في حياتي وفي تاريخي كله. اقول لهم يا تريكه، اقول لهم يا بركات، اقول لهم يا شاد، اقول لهم يا احمد يا شوبير، كلام طبعا طلع كده انا ما حسيتش بيه تلقائي ما حسيتش بيه اطلاقا. يعني انا يعني تاني يوم لما بسمع الكلام ده انا لقيته، يا جماعه انا قلت الكلام ده امتى؟ وبعدين فوجئت ان رد فعل الناس الجماهير رد فعل كان ايجابي وكان محترم جدا، أنا رغم ان انا يعني هاجمت النادي الاهلي وهاجمت الفرقه هجوم قاسي جدا وشديد جدا، ولكن فوجئت ان رد الفعل الناس بيقولوا لا انت بتتكلم بلساننا. فدي ميزه المعلق، ان هو لما يعيش المباراه ويعيش جو المباراه ويتكلم باحساسه بدون ان هو يعني زي ما تقول كده ان هو يمثل على الناس او مثلا يكتب افيه عشان يسمع مع الناس، لا في الافيهات اللي بتطلع تلقائيه بتضرب. كابتن مؤمن انا عن نفسي ساعات بتفرج على مباريات قديمه باصوات معلقين طبعا قدامى، ببقى مستمتع جدا جدا طبعا. انت المعلق اللي انت تقعد تستمتع بيه ولو شفت ماتش تسيب التلفزيون تقعد تستمتع وتتعلم حاجه. كباتننا الكبار يمكن برضو في حاجه بنحضرها ان شاء الله رمضان على كباتننا الكبار الرواد، وبنقول دايما لو التعليق ليه مدرسه فكباتننا الكبار دول اصحاب المدرسه دي، كابتن علي زيور، كابتن محمد لطيف، التلقائيه المباشرة التلقائية في التعليق. لو حضرتك سمعت ده ليهم فيديوهات على اليوتيوب التلقائية لدرجة ان هم بيكلموا الجمهور لو حد وقف قدامهم من التعليق على ده مفتقدين وحسين مذكور مفتقدينه طبعا من المرمى، وكابتن حسين مذكور طبعا اللي علق على جول حسام حسن 89 كابتن حسام حسن للصعود لكاس العالم. اللي جيب المدرسة الجديدة او بالنيولوك الجديد في التعليق
ربنا يديله الصحه اللي كابتن ايمن قال عليه كابتن ميمي الشربيني. كابتن ميمي الشربيني مدرسه وما كانش فيه الحمد لله سوشيال ميديا ساعتها، لان كابتن ميمي الشربيني ومعروف ان هو ينتمي للقلعه الحمراء يعلق للاهلي زي ما علق للزمالك. واحده من المباريات البنش مارك في التعليق اللي لو اي معلق او اي شاب عايز يبص على التعليق، نهائي كاس مصر، واحنا بنتكلم عن نهائي كاس مصر 2-1 للاهلي، بتكلم على التعليق. شوف حضرتك كابتن ايمن شوقي جاب جولين وكابتن رضا عبد العال جاب جول. كابتن ميمي الشربيني قال ايه في اول جول؟ قال يقابلها ايمن شوقي حسب الميعاد من عرضيه اسامه عرب. دي كانت جمله جديده ما حدش قالها قبل كده. رضا عبد العال قماشه تانية كانت اول مره تتقال. والجول الثالث المتحدث الرسمي باسم هجوم النادي الاهلي كابتن ايمن شوقي في الشوطه اللي كانت من كابتن طاهر ابو زيد. كلمات كانت جديده محفوره ومسمعه. اسمع بقى الماتش بالكامل مش الثلاث اجوال بس، هتلاقي مدرسه في التعليق. فالكباتن الكبار اللي احنا تربينا عليهم هم اللي حببونا في مهنه التعليق، وهم كانوا رقم واحد، وان شاء الله الرياضه ترجع مره ثانيه للتعليق المصري باذن الله. ان شاء الله. تشكيل متوقع الاهلي والزمالك؟ التشكيل المتوقع مصطفى شوبير للاهلي ومحمد هاني وعلي معلول على طرفي الملعب، وفي رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، في نص الملعب مروان عطيه، واعتقد ان امام عاشور طبعا الثالث في حسب الفكره اللي هو هيعملها. هل هو عايز يلعب بواحد بس مروان عطيه، حط امام عاشور مثلا ومعاه مجدي قفشه او معاه عمرو السوليه او مع يعني لعيب تاني 8 مش 6 تاني، او ان هو عايز يامن نص الملعب، يبقى في الحاله دي ممكن يبقى كوكا هو الثالث. والثلاثه اللي قدام كوكا بره كوكا بره او يعني ان يكون يا السوليه قفشه المفروض يبقى السوليه وقفشه بالظبط. تمام. فالثلاثه اللي قدام بيرسي تاو وحسين الشحات وانا بعتقد ان يعني الافضل لا كهربا في ماتش زي كده، لان برضو ايه هو كهربا عنده السرعه، هيبقى ثلاثه سرعة قدام هيفرقوا. الزمالك بقى هيبقى في المرمى عواد افضل، هيلعب على الطرفين عمر جابر وفتوح، وفي قلب الدفاع يمكن انا بعتقد ان مصطفى الزناري هيفضله شويه على حسام عبد المجيد جنب حمزه المسروسي اللي هو مثبت نفسه في الاثنين اللي في قلب الدفاع. برضه في نص الملعب هيكون لعيب ارتكاز اللي هو دونجا وعبد الله السعيد. هل هو هيلعب بلعيب تاني ارتكاز ولا لعيب زي ناصر ماهر؟ وان كنت انا ضد ان ناصر ماهر يلعب في نفس التشكيل مع عبد الله السعيد. هي دي النقطه، ممكن يلعب محمد شحاته. والثلاثه اللي قدام هيبقى زيزو ومصطفى شلبي وفي مركز راس حربه سيف الدين الجزيري. ننتقل مشاهدينا الكرام الى زميلي العزيز حسن غنيمه من الرياض، وماذا عن اجواء نادي الزمالك قبل لقاء القمه غدا بمشيئه الله؟ زميلي حسن لك الكلمه، تفضل. من العاصمة السعودية الرياض، تحياتي لك كابتن تامر صقر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. النهارده بالتأكيد ليلة القمة، 100 سنة كورة، بالتأكيد ملعب الأول بارك اللي في الخلفية ورايا اللي هيستضيف المباراة بعد أقل من حوالي 24 ساعة. قمة الأهلي والزمالك واحدة من أهم القمم الكروية مش في الوطن العربي بس، على مستوى العالم. القمة بكرة هتكون استثنائية في كل شيء، من حيث جوائز الفائز حتى الخاسر هيكون ليه جوائز جيدة جدا. اللي هيفوز بكره بجائزه رجل المباراه هتوصل الجوائز ل 2 مليون جنيه للعيب اللي هيفوز بكره بجائزه رجل المباراه. والحقيقه اللعيبه ما عندهاش اي حجه ان هي تطلع افضل ما عندها غدا، سواء الاهلي سواء الزمالك. لو اتكلمنا بشكل خاص عن فريق نادي الزمالك اللي حضر الى العاصمه السعوديه الرياض، يعني من يوم الاثنين اللي فات، وده كان بقرار من البرتغالي جوميز عشان نادي الزمالك يقدر ان هو يخوض اكتر من تدريب، خاض ثلاث تدريبات في العاصمة السعودية الرياض عشان يتعرف أكتر على اللاعبين، لأن زي ما احنا عارفين أنه جوميز يعني مدرب حديث التولي لنادي الزمالك، عشان كده عايز يقف على المستوى الفني والبدني لكل لاعبي نادي الزمالك. وخاصة كمان أن جوميز من المدربين اللي بيحب الروتيشن جدا، يعني لما كان بيدرب الميريا الأسباني كان دايما كل مباراة بيعمل روتيشن وب 11 لعيب جداد داخل الملعب، عشان كده هو من المدربين اللي صعب جدا أن أنت تتوقع التشكيل اللي هيبدأ بيه
المباراة. ولكن من خلال رؤيتنا للتدريب النهاردة الأخير اللي أقيم على ملعب الملك فهد الحقيقة، واللي حضروا كامل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وكابتن حسين لبيب رئيس النادي اللي حضر جزء من التدريب عشان يشد من أزر اللاعبين ويقول لهم إن كل جمهور الزمالك متعطش لبطولة كاس مصر، وهي البطولة المحببة لكل جماهير نادي الزمالك. لو اتكلمنا كابتن تامر عن التشكيل المتوقع غدا لنادي الزمالك من خلال رؤيتنا للتدريبات، قد يبدأ بعواد لحراسة المرمى، كفته أرجح من صبحي بكرة إنه يبدأ المباراة. هيلعب برباعي خط الظهر، هيكون قلبي دفاع هيكون حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي، ودايما هو واثق جدا في الثنائي ده في قلب الدفاع لأنه بيعتمد على حسام عبد المجيد من حيث الأطوال في الكرات الهوائية، وبيعتمد على سرعات المسلوسي عشان يواجه سرعات مهاجمي النادي الأهلي في حالة لو كهربا بدأ المباراة، وفي هناك أنباء أنه ممكن قد يبدأ المباراة، عشان كده صمم أنه يشرك حمزة المسلوسي في مركز قلب الدفاع. أحمد فتوح هيبدأ المباراة على الجناح الأيسر، في الجناح الأيمن هيكون عمر جابر وهو واحد من اللاعبين الخبرات في نادي الزمالك. من الواضح كده أنه استقر بنسبة 100% على دونجا في مركز الارتكاز في وسط الملعب، هناك مفاضلة في المركز الثاني في الارتكاز في وسط الملعب ما بين رؤى وما بين محمد شحاتة، رؤى وخبراته ولا محمد شحاتة المنضم حديثا ونجم المنتخب الأولمبي، ده هيتضح بكرة. وإن كان رؤى كفته الأرجح لأن المباريات دي بتبقى ممكن محتاجة بعض اللاعبين الخبرات. هيلعب بثلاثي هجومي، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه جوميز بيلعب دايما بيحب الطريقه 4-2-3-1. هيلعب قدام دونجا وشحاته، هيلعب بالثلاثي عبد الله السعيد وزيزو ناحيه اليمين ومصطفى شلبي ناحيه الشمال، وان كان هناك مفاضله ما بين مصطفى شلبي وناصر ماهر، ولكن ناصر ماهر قد يبدا الشوط الثاني على حسب سير المباراه انه يكون تغييره ذهبيه من خلال سير المباراه، وناصر منسي هيلعب مهاجم صريح. واضح جدا ان جوميز عاوز يستغل قصة انه عنده اثنين لاعبين يعني اكس الاهلي كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي سابقا، عبد الله السعيد وناصر ماهر، عاوز يستغل الدوافع دي بكرة في المباراة. واضح جدا اهتمامه بعبد الله السعيد وناصر ماهر، ان الواضح ان هيبني عليهم خطة بكرة في المباراة. استاد الاول بارك في العاصمه السعوديه الرياض بيتزين الحقيقه، ويعني بريق فوق البريق الحقيقه هنا في السعوديه وفي الرياض الحقيقه، الكل بيستعد على قدم وساق للقمه غدا، القمه المنتظره هنا في العاصمه السعوديه الرياض. بالتاكيد العوده مره اخرى للاستوديو والكابتن تامر سعر. شكرا زميلي العزيز حسن غنيمه من الرياض، وتحديدا من امام ملعب الاول بارك الذي يستضيف او يحتضن هذا اللقاء بين الاهلي والزمالك في بطولة أو نهائي كأس مصر. واضح التشكيلة كابتن أيمن، واضح تشكيلة نادي الزمالك كما ذكر الزميل العزيز حسن غنيمة، واضح التشكيلة الأقرب يعني يبدأ مصطفى شلبي ويبدأ ناصر منسي ويبدأ بوزيزو وأيضا عبد الله السعيد، هذه التشكيلة الأمثل. ولا هل بتبقى في مشاكل للزمالك اللي يعني من ناحية صناعة اللعب وجد ضالته في عبد الله السعيد وجد ضالته في ناصر ماهر؟ هو الأوراق معروفة، الأوراق معروفة، ولكن يمكن علامات الاستفهام ممكن نلاقيها فقط في تشكيلة نادي الزمالك زي ما حضرتك قلت يا كابتن تامر. ليه؟ لأن مدير فني جديد، يمكن هتلاقي معظم جماهير نادي الأهلي لو هتتكلم على اختلاف يعني زي ما الدكتور طارق ذكر مودست ولا كهربا، وإن كان مودست نظرا لتواجده في الماتشات اللي فاتت، مين هيبقى الثالث في ظل إصابة كوكا؟ فممكن يكون عمرو السولية أفشى، وإن كان عمرو السولية اختلاف في لعب أو اتنين، اختلاف في لعب أو اتنين لإصابات اضطرارية، لكن لو ما كانش في إصابات كانت التشكيلة تقريبا هتبقى ثابتة. أما جوميز مدير الفني الجديد لنادي الزمالك والصفقات الجديدة لنادي الزمالك هي اللي عملت حيرة وعملت ارتياحية ربما لجماهير نادي الزمالك، انه عنده اوراق ممكن يقدمها في مباراة هو محتاج فيها المكسب. نعم. يمكن اللقاءات اللي خاضها جوميز مع نادي الزمالك لم يكن المنافس على قدر نادي الزمالك. كان نادي الزمالك عنده الافضلية بشكل كبير، لكن لقاء قطبين، لقاء نهائي كاس، لقاء لابد ان هو ينتهي ببطل وفريق هنقول له هارد لك. نعم. مباراة ليها حسابات. فالقراءة الفنية لجوميز هتبان من التشكيلة، هل يبدأ بناصر وعبد الله السعيد ولا يكتفي بعبد الله ويأمن برؤى ولا يأمن بدونجا ومحمد شحاتة؟ أفكار كتير.
من السعودية مرة أخرى زميلي العزيز محمد طه، وماذا عن المعسكر الأحمر وملامح تشكيل فريق النادي الأهلي، وماذا عن جاهزية رضا سليم أيضا لهذا اللقاء وغياب وتأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن هذا اللقاء؟ كل التحية ليك زميلي تامر صار، وأيضا كل التحية لضيوفك وكل مشاهدينا من استاد الأول بارك، الاستاد الذي سيشهد هذه المباراة القوية. بالتأكيد اهتمام غير عادي وغير طبيعي بالتأكيد في كل مكان، مش بس حتى في الرياض أو المملكة العربية السعودية، في الوطن العربي جاءوا الكثير من كل الدول المجاورة لمشاهدة هذه المباراة. بالنسبة للنادي الأهلي يمكن اللي وصل بالأمس الأمور كلها تركيز بشكل واضح جدا جدا على كل البعثة. مستر كولر المدير الفني للنادي الأهلي فرض سرية كبيرة جدا على كل شيء يخص بعثة النادي الأهلي. لو هنتكلم في الأول عن المعسكر داخل مقر الإقامة، تحرك اللاعبين داخل المعسكر أيضا والمطعم وكل الأمور الخاصة بالمعسكر، أيضا في ملعب المباراة يمكن سمح بأجزاء بسيطة جدا في الحضور الإعلامي للميران الخاص بالفريق سواء ميران أمس أو الميران اليوم، كانت أجزاء بسيطة جدا للإعلاميين، لكن الأمور كلها جيدة جدا بالنسبة للحالة، يعني بنحاول نعكسها لكل السادة المشاهدين. محاضرات كثيرة جدا مستر كولر بيعقدها دائما مع اللاعبين صباحا ومساء وقبل التحرك لملعب التدريب، سواء بالأمس في الأول بارك اللي خاض في نادي الأهلي تدريبه، والنهاردة اللي خاضوا في ملاعب نادي النصر، بما أن طبعا النهاردة ملعب مباراة كان في شهد مباراة طبعا النصر والرائد واللي فاز فيها الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف. يمكن الأمور زي ما قلت لك كلها جيدة. بالنسبة للتمرين يمكن بدأ طبعا بقراءة الفاتحة للاعبين تجمعوا في وسط الملعب، بحدث مستر كولر مع بداية التمرين عن بعض التعليمات المهمة. طبعا بالنسبة لرضا سليم الأمور طبعا كان فيها بعض الشك قبل السفر وبعد خوض المران الأول والمران الثاني. رضا سليم خاض بشكل جيد جدا المران الأول والمران الثاني أو اللي هو المران الأخير النهاردة، وجاهز للمشاركة بشكل جيد. طبعا كوكا هو اللي ما خدش مران النهاردة وبالتالي سيكون طبعا غير موجود في المباراة. أيضا كمان نيدفيد كان بعض الشكوك حول مشاركته وشارك في التدريب اليوم. يمكن الأمور زي ما قلت لك حالة نفسية حتى بين اللاعبين وبعضهم جيدة جدا، وهدفهم أن هم يحققوا هذا الكأس وهذا اللقب. يمكن لو بنتكلم عن بشكل عام عن يمكن تشكيل النادي الأهلي الأقرب، هيكون شوبير، محمد هاني وعلي معلول، رامي ربيعة وعبد المنعم، في وسط الملعب هيكون مروان وإمام عاشور وعمرو السلية، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومودست قد يكون هو المهاجم الذي سيبدأ به مستر كولر طبقا حتى الآن. ربما كهربا يكون موجود، ولكن مودست قد يكون هو الأقرب في أن يعني يكون هو المهاجم الأساسي للنادي الأهلي في هذه المباراة. يمكن درجات الحرارة هتكون ممتازة جدا ومعتدلة جدا وقت انطلاق المباراة مع الحضور الجماهيري الكبير زي ما قلت لك اللي هتشهده المدرجات غدا إن شاء الله. هتكون المباراة طبعا المدرجات هتكون يعني ممتلئة عن آخرها، حفلات ومفاجآت كثيرة جدا وأمور يعني خلينا طبعا ننتظرها إلى الغد، لكن أمور مفاجآت يعني كبيرة جدا هيستمتع بها كل المشاهد في العالم، في الوطن العربي وفي العالم بهذه القمة الكبيرة، قمة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر. 100 سنة كرة وأكيد طبعا تاريخ كبير للكرة المصرية ستشهد هذه المباراة. تامر معك الكلمة الآن. شكرا زميل عزيز محمد طه من السعودية وتحديدا من الرياض، وأيضا أمام ملعب الأول بارك الذي يحتضن هذه المقابلة ما بين الأهلي والزمالك. كابتن كواليني، عايز كلمة قبل هذا اللقاء أو عنوان لهذا اللقاء؟ عنوان شرفونا وارفع رأسنا للعبة الأهلي ولعبة الزمالك، أنتوا صناعة مصرية في موجودة في السعودية، أنتوا عنوان لكرة القدم المصرية، انتوا عنوان لاسم الرياضة المصرية، انتوا اكبر ناديين موجودين مش في مصر، لا ده في الشرق الاوسط. عاوزين نستمتع باللقاء، عاوزين نشوف مستوى فني عالي جدا، عاوزين نشوف سلوك رياضي يكون على اعلى مستوى، عاوزين دي صناعة محلية مصرية على اعلى مستوى، عايزين نقدمها للعالم كله، نقول لهم
ادي كره القدم المصريه موجوده، ادي الاهلي بقيمته، ادي الاهلي الزمالك بقيمته، ونستمتع باللقاء ان شاء الله. كابتن مؤمن هتخلص في 90 دقيقه ولا تخلص؟ لا ممكن تمتد ضربه جزاء. لا ممكن تمتد، وان شاء الله الجمهور يستمتع باللقاء بكل الجوانب بتاعته اللي ان شاء الله باذن الله تبقى صوره ودفعه ان نفس الصوره دي نرجعها تاني باذن الله لمصر في القادم من المباريات، ان الجمهور يبقى سولد اوت في الملعب ان شاء الله. دكتور طارق بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. كل سنه حضرتك طيب، ونقابلك ان شاء الله في مواعيد كبرى اخرى ان شاء الله. بشكرك وبتمنى مباراه طيبه وترجع تاني العلاقه بين الجماهير، العلاقه الطيبه اللي فيها كوميكس، اللي فيها يعني تحفيل بسيط، حاجات كده مش بقى ما حدث في السنوات الاخيره دي عايزين ننساه خالص باذن الله. كابتن ايمن بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب. وانت طيب وصحه وسعاده، وبشكرك وشكرا ان انت يعني استضفتنا النهارده. ده شرف لك كابتن ايمن. كابتن كوين بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن ايمن، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه المشاهدين بخير. كابتن مؤمن كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب، ورمضان كريم، والساده المشاهدين طيبين باذن الله. لا زالت فقراتنا متواصله في ملعب اون بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام هناك مفاجات اخرى، انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، بيسعدني ويشرفني ان يكون معي اثنين من قامات الاعلام، سواء الاعلام المقروء او المسموع، وبتشرف ان اكون وسطهم، واحد من تلاميذهم والمري ايضا طبعا الاستاذ خير رمضان. استاذ خير اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ سامر، ده الشرف لينا، ويعني سعيد بحضرتك. وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بخير، وكل الزملاء في اون بخير، وفي اون سبورت بكل خير وسعاده، ورمضان كريم. الله اكرم ان شاء الله. ايضا بيسعدني ويشرفني اكون مع الاستاذ عماد الدين حسين. استاذ عماد شرفنا ومنورنا. اهلا بيك استاذ تامر، تحياتي ليك، وسعيد ان انا موجود في معاك وفي القناه ومعايا. وحضرتك يستحق جيت الشروق طبعا. الله يخليك. وكرافتها بيضة وخطين حمر. زملكاوي ما بيقدرش يستغنى عن بيضة وخطين حمر. كرافتها مع القميص. مش بيضة وخطين حمر يعني. بيضة وخطين حمر. بيضة وخطين حمر. استاذ خيري، في البدايه السياسه والرياضه هل اصبحوا وجهان لعمله واحده؟ هي طول عمرها الرياضه بتلعب دور مهم جدا في السياسه.
سياسة جافة وجامدة. أما الرياضة فهي مرنة. الرياضة هي أنا قلت عليها أفيون الشعوب زي ما كانوا بيقولوا الدين أفيون الشعوب. الرياضة بتجمع الناس كلها وبتزود الأدرينالين في المخ وبتعمل لك انتصار وبتعمل لك انكسار مؤقت وبتجمع يعني بتعمل حالة كده من الوحدة اللي يبقى فيها زي ما كنا بنشوف 100,000 متفرج لو هفترض أهل وزمالك، ومش علشان أقول عدد أقول في 50,000 وأنا هنا متجاوز ومتنازل عشان صديقي عماد يعني، فهقول في 50,000 منتمين بالكامل للأهلي وفي 30,000 منتمين 50,000 بدأنا كده غلط 50,000 تانيين أنا وعماد بنتشاغب دايما واضح. لكن هي الرياضة هي اللي بتعمل هذه المشاعر. وخليني أقول لك إن أنا زعلان إن ما عندناش جماهير، ومبسوط ان الماتش ده هيتلعب بره عشان اشوف جماهير واحس بالملعب. نفسي نرجع تاني جماهيرنا ترجع المدرجات ويبقى شكلها كويس وتبقى ملتزمه بالقانون، يبقى عندنا ضوابط، الذي يخرج مش لازم يبقى في عقاب جماعي، اللي يخرج يتحاسب. واعتقد تذكرتي قادره انها تقوم بده وتقدم مشاريع كتير لفكره انت معاك دلوقتي بتدخل بالهويه، انت صحيح. مسجل الكرسي بتاعك، تقدر تشترك سنه، تبقى مصدر دخل كويس. فالرياضة إذا كنت بتسألني عن الرياضة واللي حصل في نقل مباراة الكاس أن تكون في السعودية، أنا شايف إن ده شيء رائع جدا، العالم كله بيعمل كده مش بدعة. جايز إحنا اتأخرنا شوية بس بقالنا كام سنة بنلعب مباراة السوبر بنلعبه في الإمارات، السوبر بالزبط. بنلعب بالزبط. في الإمارات إن أنا ألعب في السعودية وكانت كاس الأندية هناك مونديال أندية العالم بالظبط. فاحنا لازم ننفتح ونستضيف احنا كمان فرق، يعني السوبر السعودي هيتلعب في الامارات، احنا عايزين يبقى احنا كمان بنتبادل ونروح نتفرج عليهم هنا ونشجعهم. يعني عندنا ناس كتير بتشجع الهلال وتشجع الاتحاد والنصر، ايه المانع ان احنا نعمل هذا التبادل ونقرب الشعوب؟ حصل ان السوبر الاماراتي لعب في مصر قبل كده من سنتين ثلاثه مره في دار الدفاع، في دار الدفاع اتلعب مره، ده صحيح. نعم استاذ عماد، هل الرياضة جذبت بعض الإعلاميين السياسيين في الفترة الأخيرة؟ لا، هو الإعلاميين السياسيين أو الإعلاميين المختلفة هم بالأساس منتمين بس ما كانش واضح. أنا بدأت من الحاجات الغريبة جدا بالنسبة لي، كنت بروح أشتري الجرائد، كنت أول حاجة كنت بروح أمشي 7 كيلو عشان أشتري مجلة الزمالك يوم الخميس، ويوم الجمعة التعاون الرياضي، وبعد كده بدأت أشتري الجرائد التلاتة بحثا عن صفحات الرياضة الجمهورية محمود معروف وتلك سائلة الرياضة دي بالنسبة فبالتالي بدأت أهتم. لما أنا بقرأ الرياضة في الجرائد بدأت أقرأ سياسة واقتصاد في الجرائد، بس لم أنسى الكورة وحب الكورة. فبالتالي الانتماء للصحفيين سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين موجود طول الوقت، لكن السوشيال ميديا خلت الأمور أكثر وضوحا دلوقتي. دي نقطة. النقطة الثانية، وردنا برضو إضافة للي قاله الأستاذ خيري فيما يتعلق بنفس السؤال، 50 و30 ولا في إضافة لا طبقا للإحصائيات الدولية بتاعت الأمم المتحدة عدد مشجعي الزمالك غالبا 52، الأهلي 38، والباقي لبقية الفرق. دي إحصائيات دولية. مش لا الأمم المتحدة قالت كده فعلا. الجزئية الأساسية ما أنا هرد عليه، المباراة بدأت المباراة لجنة الأمم المتحدة براحتك بقى. الكورة يعني زمان كان في انطباع وفكرة خاطئة إن الكورة دي مجرد شوية لعب عيال بيلعبوا في الشوارع و11 هنا و11 هنا، لكن في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة عالميا بقت صناعة حقيقية. هي الكورة البعض بيقول إن هي تنظيم للصراعات بين الدول بشكل حضاري، يعني إضافة لأن هي بتوحد الروح الرياضية وبتقرب الشعوب، لكن بدأت تبقى جزء من الصراع الدولي وجزء من القوى الناعمة بتاعت الدول. اللي بيفوز بالأولمبيات هو ده جزء من حضارته وتقدمه. اللي لما كنا بنشوف دول بتتصارع بتبقى موجودة في ميدان. البعض بيقول إن الرياضة عموما بتستعملها الدول الكبرى كمخدر للناس عشان ما تطالبش، كلام كتير، لكن في النهاية صارت الرياضة اقتصاد. الناس فقط تفكر حجم الاستثمارات اللي موجودة في العالم فيما يتعلق بالرياضة. هتلاقيها أخطر من مجالات كتيرة جدا مهمة، بس طالما أنها بتسعد الناس خلاص. أنت والدخل الرئيسي الأول أو أعتقد أو الثاني في إيطاليا هو كرة القدم. في إيطاليا في إيطاليا من كرة القدم. لا، وفي الدوري الإنجليزي من أغلى الدوريات في العالم، والدوري الأسباني من أغلى الدوريات في العالم. أنت بتتكلم عن مليارات مليارات دولارات غير المراهنات بقى عندهم، هم مراهنات وخلافه ما عندناش احنا، او بتتعمل في السر كده. لكن احنا هي لعبه مصدر دخل
فيها ناس كتير بتشتغل بيزنس طبعا. بيوفر فرص عمل كبيره جدا صحيح. مصدر دخل للدوله بالعمله الصعبه. احنا بنلعب في افريقيا لو طلع من مصر اربع انديه اقوياء قادرين يكملوا في البطولات الافريقيه وبالتالي في يحضروا في المباريات العالميه البطولات العالميه هيبقى مصدر دخل كبير وهيبقى مصدر. انا عايز اضيف نقطه صغيره على الجدل بشان هل الكره الرياضه مهمه ولا لا. كان في حد بيقول انه طبعا فاكرين احنا جون علاء نبيل اللي صعدنا به الاولمبياد طبعا وجون حسام حسن بتاع الجزائر صحيح. بعض المفكرين المصريين الكبار ومنهم اظن توفيق الحكيم قال لانه كان فيه اهتمام كبير جدا ان قدم اللاعب اهم صارت اهم من راس المفكر. ناس كتير قالوا كده عندنا وبره بالمناسبه. فحد تاني اثير هذا السؤال على السوشيال ميديا من كام يوم، حد جايب الصوره بتاعت حارس الارجنتين لما تصدى في المباراه النهائيه بين الارجنتين وفرنسا للانفراد الشهير في اخر ثواني ايوه وانقذ هدف. فبيقولوا يا اخوانا هذه اللقطه اسعدت مليار مشجع في العالم بيشجعوا الارجنتين. فما تكلمنيش المفكرين مهمين وما في طبعا واكثر اهميه من اي حاجه، بس ده مجال وده مجال، يعني ما ينفعش ناخد المساله ان ده صراع ما بين ان الكوره هي عكس الفكر او عكس الاقتصاد او عكس السياسه. انت بتشتغل وبتتعب وبتنجز وبالليل بتتفرج على الماتش. تسليه، نوع من التسليه والامتاع، وده جزء من الاعلام مع التكنولوجيا الحديثه او جزء من الملاعب. ان اطلع طاقتي بالظبط كده، ان استمتع وانزل واخد ولادي واروح الاستاد واجيب لهم بيبس او اي مشروب ونقعد مع بعض وناخد سندوتشات، ده احساس جميل جدا. صحيح. النقطه الجوهريه انك انت ازاي تحول هذه المتعه الى وسيله ان ترفع عن الناس بجد، تحبب الناس في الرياضه، تقضي على التعصب، وتتعامل ان دي رياضه مش صراع وخناقه. واحنا للاسف الشديد وسيئه في الفتره في السنوات الاخيره في مصر تحولت الرياضه والاعلام المصري جزء منه خلينا نكون صرحاء الى وسيله صحيح. اجراميه، يعني عملت حاجات في المجتمع ما كان لها مهنه كلها طبعا ظهرت. والحمد لله ان بدات الامور تبقى افضل وتمشي في الطريق الصحيح، خصوصا بعد الزيارات المتبادله ما بين الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك. استاذ عماد اتكلم في نقطه مهمه جدا، هي نقطه كان بيمشي 5 كيلو و7 كيلو ويشتري الجورنال. احنا من قرى فكانت في بلد واحده اللي على طريق اللي قرب القطر هي اللي بتنزل الجرايد هناك، واحنا كلنا كنا بنروح نعمل حاجتين، نجيب الطعميه واحنا راجعين ونشتري الجرايد للبيت. اصبحت الجرايد دلوقتي قلما، يعني الجيل اللي طالع طبعا اقل من الجرايد. ما دي أزمة تانية بقى، يعني صناعة الصحف في مصر متعثرة شويتين، زائد توفير السوشيال ميديا ووسائل التواصل المختلفة اللي بقى تجيب لك المعلومة صح أو غلط. يعني الصحافة كان فيها تدقيق أكتر بكتير، والأستاذ عماد يتفق معايا في ده لأن احنا اشتغلنا المهنة صحيح. دي من الثمانينات شفنا فيها كتير. طيب. كنا بنحافظ على معايير مهنية في العنوان، حتى كل العناوين اللي موجودة على السوشيال ميديا عناوين مضللة وتدخل جوه ما تلاقيش أصل العنوان، دي جريمة مهنية يجب أن يحاسب من يفعلها. بس احنا عندنا لغاية دلوقتي وسائل التواصل المواقع غير معترف بها في نقابة الصحفيين، ولسه في مطالبات، فدول مش خاضعين تحت أي مظلة، فممكن تجيب أي حد يشتغل إلا للمواقع التابعة للصحف. أيوه تمام. إضافة إلى اللي بيطلعوا في التلفزيون او اللي بيتكلموا في الرياضه، لازم يكون هناك علم ليقعد يبقى فاهم هو بيتكلم في ايه، وفاهم مسؤوليه الظهور على الناس ايه، وفاهم رساله الرياضه ايه. احنا مش طالعين نتخانق عشان اهلي وزمالك، الاهلي والزمالك دول حوار بينا كاهلاوي وكزملكاوي، واحنا بنلعب بنهرج بنفك لا وبنتحمس ساعه الماتش، والماتش خلص اتغلبت او غلبت خلاص، ما انت هتغلب وتتغلب. لكن احنا طول الوقت فضلنا نغذي الصراع وكانها معركه وجوديه، ما الاهلي والزمالك هم المنتخب صح، سواء فاز الزمالك او خسر الاهلي فاحنا ما ظل حبايب. انت بتسرقها مني. ماشي اوكي ماشي اوكي. هل اصبحت برضه السوشيال ميديا متهمه بالتعصب ما بين الاهلي والزمالك؟ طبعا. مش الاعلاميين فقط لا غير، ان متهم الاعلاميين بهذا التعصب. الاعلام هو الذي يقود باختصار شديد جدا، زي ما قال خيري وانا متفق معاه تماما، ان انت لما بتجيب حد قاعد هو مش مدرك خطوره الكلمه، اللي يعني الحديث ما اعرفش ممكن ينطبق، رب كلمه يلقي بها المرء لا يدري ما معناها فتقذف به في النار 70، مع الفارق
بس اللي حصل في الإعلام الرياضي في مصر وفي المنطقة العربية تحول إلى وسيلة لتفريق الشعوب مش توحيدها. ليه؟ لأن أنا جايب ناس مش مؤهلة، مش معدة، مش عارفة خطورة الكلمة، فتحولت إلى حروب دحس والغبراء اللي هي موجودة على السوشيال ميديا. وده بيخلي التعصب ينتقل للناس العادية. تخيل أنت دلوقتي لما حصل إن مجلس الإدارة والأهلي والزمالك وراحت مستوى ومنسوب التعصب انخفض تماما. صحيح. فانت اللي الاداره الادارات بتاخد مواقف محترمه، الاعلام التابع للانديه بيبقى محترم، الاعلام العام بيتصرف في هذه الوسيله، فالمنسوب بيقل والعكس صحيح. هتسمح لي على الجزئيه دي؟ طبعا. الصوره اللي جمعت مجلس اداره النادي الاهلي ونادي الزمالك في بيت السفير المصري. شوف كم التعليقات الايجابيه. صح. وشوف كم المغرضين اللي حاولوا يستغلها بسوء، لان في ناس سوءهم ان يظل هناك صراع. صح. وانهم يستفيدوا منه. في ناس بتلعب طول الوقت الدور ده وبتجد من يدعمهم، ودي مشكلة، لان انت بتلعب بالنار. الجماهير والتجمعات دي نار، لما الامن اضطر يمنعهم لانهم اصبحوا يمثلوا خطر على انفسهم وعلى المجتمع. فاللي عمل كده ناس مش جاي من فراغ. هي دي الصورة اللي جمعت ما بين صورة جميلة الاهلي والزمالك. ده كان الطبيعي بالمناسبة في السعودية في السنوات، يعني انا فاكر جدا ايام صالح سليم وحلمي زمور، كان الطبيعي الناس بيروحوا. وفي واقعه شهيره لما محمد حسن حلمي فاز برئاسه الزمالك، او صالح سليم، لا صالح سليم صالح اللي فاز. حلمي زمور قال له عايز اجي اهنيك انا والمجلس، قال له انا اللي عندك البيت، وخد مجلس اداره النادي الاهلي وراح الزمالك، قال له انت قيمه كبيره فاحنا اللي نجيلك. ده الطبيعي. فين الخلق ده؟ هذا هو الطبيعي اللي احنا دورنا ان احنا نزكيه ونشجعه، والاجيال الجديده تبقى عارفه ان ده الاصل، وان المناكفات ده مش معناه ان احنا ما نحفلش على بعض. نحفل. لا نحفل ونهرج المباراه من بدري ونبقى فاهمين حدودها. بس حدودها انا فاهم حدودها، ان انا هكلم عماد هبعت له رساله واقول له شفت مش قلت لك ثلاثه ان شاء الله، انا هبعت لك وانت مش هترد كالعاده. ده لو فصل انت ما بعتليش من 20 سنه. لا 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 لسه. خير، انت مع ولا ضد ان الاعلامي يقول انتمائه؟ الاعلام السياسي لا، الاعلام الرياضي لا. الاعلام الرياضي لو بطلع على قناه رياضيه بيتفرج عليا جماهير الناديين، خاصه لما تبقى في قناه كبيره زي اون سبورت، هي المركز الرئيسي للاعلام الرياضي في بلدي. ما عنديش، كان زمان ممكن تتفرج هنا او هنا او هنا. انا عندي دلوقتي مؤسسه كبيره اسمها اون سبورت. اون سبورت دي عليها مسؤوليه كبيره جدا، يجب معرفش اتجاه المذيع، حتى لو اعرفه لا يظهر باي شكل من الاشكال ولا حتى على السوشيال ميديا ولا على حساباته الخاصه. لان خلاص هنا اختلطت الحدود. لازم تبقى عارف انك بتخاطب جمهور كبير، الشعب المصري بتخاطب 110 مليون. لما اطلع عليهم احنا بنتولد بالدين والنادي. صح. تطلع تلاقي والدك كده قليل الذي يشذ. فانا اتولدت لقيت نفسي اهلاوي، انا بديت اهلاوي فطلعت اهلاوي، عماد اتولد لقى نفسه زملكاوي. اللي بيخاطبني ما يعليش عندي النعرة ويخلي صراع بيني، دي صح. أشد من صراع الأديان. صحيح. ده بتعمل حالة. فاللي طالع لا، ما يجب معرفش هو بينتمي لمين، وإذا كنت عارف بشكل شخصي إنه بينتمي لمين، مجرد إن ما حسش إنه منحاز وإنه بيعمل عمله بمعايير مهنية صحيحة هبقى مرتاح جدا. نعم. هيطمني وهيطمني على البلد، لان احنا في النهايه احنا بنحافظ على بلد. صح. مش علشان لعبه، وهرجع اقول اللعبه اللي فيها صناعه كبيره دي، لكن ما ولعش البلد علشانها، ما عملش فتنه بين شعب واحد علشان كوره، عشان مباراه. فهي مسؤوليه ضخمه على المذيع الرياضي. استاذ عماد، نفس الموضوع؟ اتفق مع خيري تماما، وشايف انه جزء من اللي حصل في الفتره الاخيره كان ده احد اسبابه. الاعلام الرياضي والاعلام العام بصفه عامه انه تحول الى وسيله ان نار التعصب، وحتى الناس العاقله اختفت للاسف، او توارت او صوتها ما كانش مسموع. احنا كنا لسه، واحنا قبل ما ندخل على الهواء كنت بضرب مثال بالاستاذ حسن المستكاوي، اللي انا لحد دلوقتي مش عارف انه اهلاوي ولا انا بخمن انه هو ايه، لكن في النهايه الرجل وهو بيتكلم وبعض الناس كثيره في قناتكم المحترمه ما بعرفش انه ده اهلاوي ولا يقول لك بشجع الاسماعيلي. بالظبط. ماشي. فالاسماعيلي ماشي، الاسماعيلي فرقه كبيره. الدراويش دول هو كان الطرف الثالث، يعني من احسن الناس اللي بيلعبوا كوره تاريخهم، هم حظهم وحش بس. صحيح. صحيح. في فرقه خدت النجوم بتاعتهم وفرغت الانديه، مش انديه محدده يعني، مش مش قصتنا دلوقتي، مش هدخل معاك، مش هندخل معاك. لكن مهم جدا الاعلام الرياضي، الاعلام عموما بيلعب دور مهم جدا في ظل ان الوعي العام ضعيف، وفي ظل انه عدد كبير من مشجعي الكوره
قد لا يكون عندهم الوعي الكافي بأبعاد كتيرة جدا. فهو ممكن كلمة من مذيع أو إعلام ممكن تودف الدنيا. صحيح. وندفع ثمن. وإحنا شفنا طبعا نهائي دوري أبطال أمريكا الأندية كان بين ريفر بليت اتعملت فيه مصيبة كارثة, ناس ماتت واضطروا ينقلوا الماتش الثاني في أسبانيا وجلت. والصراع بدأ يكتسب أبعاد انه ده بين الفرق ريفر بليت والفريق بتاع النخبة والرأسماليين والتاني بتاع العمال, وقصص صعبة جدا جدا. فأنت إن لم تحكم عارف ان ده صراع الكرة في نشأته في إنجلترا طبعا لما نشأت الكرة كانت بتاع النبلاء وكانوا لا يسمحوا للعمال, والعمال لما كانوا يجوا يلعبوا بره ولما قرروا يدخلوهم النبلاء خضوا معركه كبيره علشان دي لعبتنا طبعا. فبقى في صراع ودارت معارك احيانا بالسرعة. الصراعات في المجالات الاخرى سواء سياسيه او اقتصاديه قد لا تستطيع التعبير عنها بسهوله في دول كثيره جدا, فبيبقى منعكس اكتر في الرياضه. فبالتالي في ايدك ان تخلي الصراع الرياضي بمعناه الشريف التنافس الرياضي وسيله لتفريغ طاقات الناس وان هم يبقوا متحضرين ويروحوا مع بعض البيت اخر بتاعه والمنطقه, او تحولوا الى ما حصل في المنطقه العربيه وفي مصر للاسف. تاريخ نهائي الكاس الذي يجمع بين الاهلي والزمالك, طبعا المباراه رقم 21 ما بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر, نتابع. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. استاذ خيري, شايف فرص الاهلي ازاي في نهائي الكاس؟ بص انا يعني بالمعطيات فرص الاهلي اعلى, لكن انا كاهلاوي الان ليه المبالغه حتى زملكاويه لاول مره ما لاقيش حد مصر انه يقول لك لا هنكسب واثنين وثلاثه, يقول لك تعادل هنلعب ضربات جزاء وسايبين النتيجه معلقه, والاهلاويه واثقين جدا وقاعد يقول لك اثنين لا ثلاثه لا خمسه, الكرة ما فيهاش كده, والاهلي والزمالك ما فيهوش كده. فرص الاهلي اقوى لان عنده فريق لعب مع بعضه كتير متجانس, حتى اللاعبين اللي جايين من بره زي اسامه ابو علي وخلافه مش هيلعبوا. صحيح. فانت فرقتك المتماسكه عندك مدرب بقاله فتره سنه ونص او اكتر قاعد معاك, انت خط مباريات كبيره وفي بطولات مختلفه فانت اكتر جاهزيه. ففرص الاهلي بالورقه والقلم اعلى. الزمالك جايب لعيبه جديده لسه ما انخرطتش قوي وبعضهم هيلعب. الزمالك عنده مدرب جديد ما خدش فرصته لسه علشان اللعيبه تفهمه, على ما يبتدوا يندمجوا بياخدوا وقت شويه. فهو تاني الاهلي لعب بفريق 19 سنه كسب الزمالك 3-2 وهو في احسن حالاته. الزمالك لما اتغلب 6-1 كان بطل الدوري وكان متقدم. اللي اقصده ان يعني الافضليه كان في المية 60-40 55-45. الافضليه بالورقه والقلم غير الكوره غير الملعب, لان الماتش ممكن يختلف تماما. وانا بقول لك انا بقلق من الكلام الكتير. لا انت بتتكلم عن 60-40 60-40. العهد الجديد نادي الزمالك والصفقات الجديده نادي الزمالك, شايف تراجح الكفه يا استاذ عماد؟ الزمالك بالنسبه لي تقديري 51 للزمالك 49 للاهلي. لا يوجد مقياس ثابت في ماتشات الاهلي والزمالك, ليست فنيه اطلاقا. دي تساعد على النجاح ولا في قاعده؟ لا اصل 51 49 ده كلام كنت تعمل 51 لا تعرف يعني 50 و1 من 10 تديك عديت ليها ضربه جزاء في الاخر. لكن
في كل المرات اللي الزمالك كان بيدخل فيها احنا هنفوز وهنكسر والفريق كامل كان بيحدث العكس. ظن الشخص ان الزمالك عنده ميزه، عنده خط وسط كويس وخبره كويسه جدا، عنده ربما مشكله في الدفاع، عنده شيكابالا قدامه وزيزو اظن ممكن يعملوا حاجه، لكن في النهايه هذه مباراه ممكن يجي جون في اول دقيقه فيخلي فريق يجيب ثلاثه وفريق ان شاء الله فريق اللي هو الزمالك ماشي. لكن في كل الاحوال انا اللي متمنيه انه يبقى فيه مباراه محترمه تليق بالكره المصريه بسمعتنا بره لانه نتفرج عليها كتير، ده شيء مهم جدا، وانه ما يحصلش اي مشاكل من لكن اظن انه الزمالك فرصه اقوى، وعندي امل انه انا هقول لك على حاجه، عندي ظن يعني ده مش في الكوره، من يوم 6-1 حصل فيه مشكله عند الزمالك وهو ان عدد كبير من الاجيال بقى عندها هيبه من الاهلي، ده شيء مهم في الكوره، ان انت احيانا بعض الاجيال كانت بتنزل المباراه وهي فاقده الامل انها تفوز، وده عامل مهم جدا، العامل الاساسي في المباريات الكبرى اللي زي كده انك انت تنزل وانت عندك ثقه في نفسك. اظن ان الزمالك بدا يستعيد هذه الثقه في السنوات الاخيره حتى بعض الماتشات اللي هو اللي انهي سنوات اخيره، قول الايام الاخيره مش الايام الاخيره، لان السنوات الزمالك الاخيره كلها الزمالك غلبك في 2015 في 21 في 22 وخد الكاس السوبر اخر 3 كاس هو الزمالك واخدهم على حساب الاهلي، واخر 3 مباريات الاهلي كسبهم على الزمالك، يعني الكفه متعادله. طيب انا بس بهدي نفوس، لا انا بهدي نفوس يعني مواجهات الاهلي يعني مش دي القضيه، احنا مش عايزين. طب مين اللي انا موافق على انت حر ده انا دي طيب انت حر. مين اللاعب اللي متخوف منه يا سخير بالزمالك؟ انت بتغششني شيكابالا. طيب اوكي لا انا بخاف من زيزو، بشوف زيزو لعيب حلو قوي، عنده طاقه، عنده ولاء، عنده احترام للمهنه، بيبذل جهد ضخم جدا جدا جدا، فزيزو بالنسبه لي لاعب مزعج. يعني انا ما يعني شيكابالا لاعب كبير واسم كبير قوي، لكن انا ما اعتقدش انه مش خايف من عبد الله السعيد؟ لا خالص. ليه؟ لان هيبقى لعيبه الاهلي حاطين في دماغهم انه مش هيخلوه يلعب، يعني هو في جزء نفسي. طب ما هياخد جهد ده منه هيتحدد له حد، انت لو حطيت له كوكا، لو حطيت له مروان عطيه، ما هو فرق السن والطاقه والجهد. عبد الله السعيد لعيب كبير قوي، ولكن السن وفكرة بذل جهد طويل هيبقى المدرب غلطان جدا ابتدى بيه. يعني لو ابتدى بناصر ماهر، ناصر ماهر شباب اكتر، عنده قدرة، عنده مهارات. عبد الله السعيد لاعب مهم جدا بس يلعب وقت، شيكابالا لاعب مهم جدا بس يلعب وقت. على ما يجي الوقت ده ان الزمالك ما قدرش يسيطر على نص الملعب هيبقى عنده ازمة كبيرة في الدفاع. الناحية الاخرى الزمالك حضرتك متخوف من مين؟ الاهلي، حسين الشحات، بيرسي تاو، امام عاشور. لا برضه امام عاشور ابني، يعني الراجل اظن برضو الزملكاويه هيعملوا معاه زي اللي هيعملوا الاهلاويه مع عبد الله السعيد او شيكابالا، وبالتالي هيبقى فيه رقابه شديده عليه، لكن هو لعيب طبعا كبير جدا، وانا اظن من أسوأ الحاجات اللي حصلت للزمالك انه فرط فيه بهذه الطريقه او سمح بطريقه ما ان هو يمشي من النادي. فالقصه تاني هرجع اقول لحضرتك، لو ان الزمالك على سبيل المثال قدر يجيب جون في اول ربع ساعه ممكن يفرق نفسيا يجيب التاني، والعكس صحيح عشان ما بقاش يعني عشان ابقى بحاول ابقى موضوعي. هو دايما اللي بيجيب هدف الاول هو اللي بيفوز بالمباراه. يعني الاهلي مش شرط. مش شرط؟ لا لا مش شرط. لا في حسب ماتش. قدره الفريق على العوده، وهي دي عند الاهلي زياده شويه. الى حد ما انا متفق معاك. الاهلي الاهلي ممكن يدخل في جول. اتفقنا الحمد لله. لا احنا متفقين طول الوقت على فكره. احنا على فكره واخدينها سكه للتهريج على بعضها لو هو زملكاوي. صحيح. طول الوقت. لا بكلمك اهلي وزمالك احنا متفقين دي حاجتين تمام. فبالتالي لا انا اظن ان هو انا نفسي والله السيناريو الذي اتمناه ان الماتش ينتهي بالتعادل وتلعب ضربات جزاء وفوز الزمالك. عشان الناس ما تزعلش. انا بقى بقول ان الماتش ده مش هينتهي ضربات جزاء، في فرقه هتفوز والماتش ده مش هيبقى فيه جون واحد. كان في ماتش نهائي وفي لعيب في الاهلي اظن مين اللي شاط الكوره في ضربه الجزاء؟ حسام غالي. أيوة. انا كنت حاضر الماتش ده في الاستاد في الامارات. حضرته. فارى شبح هذا المباراه يعني بما ان انتم ما طلعتوش في السماء برضو ماشي. مصطفى شوبير قادر؟ طبعا مصطفى شوبير. انا مستغرب ان الكابتن حسام حسن ما خدوش بالمقارنة، لو حطينا أرقام خدوا في التشريع. لا في القايمة مش موجود، معلش رسمي يعني بس لكن مصطفى شوبير لما خد فرصة حارس كويس جدا وموهوب، عنده إحساس فبيتحرك للكرة بشكل حلو، لاعب عنده طموح جبار، عنده شخصية شفناه
لما غلط دخل في الجون. اي لعيب مكانه كان هيبقى مكسوف وفضل يعتذر، هو كان بيدي الطاقه لزمايله لما يبقى حارس صغير، هو يعني متربي كويس قوي، بيلعب لعب مع منتخب الشباب صح، عنده تجارب. فلا مصطفى شوبير يعني ولد في المره بعد اصابه الشناوي، ولد من جديد، وطمأن الاهلي ان لديه حارس محترم، حارس مستقبل. هذا الشغل من زكي الاسد، هذا الشغل من زكي الاسد. لا هو احسن من كابتن احمد شوبير، احسن من وهو نفسه بيقول لي كده. ده الحاجه الوحيده اللي ما بعتش هو نفسه اللي احسن من صفا وهو صغير. لا هو كان يقول لي عليه، وهو يقول لي الواد ده احسن مني بكتير، عنده احساس مختلف عني. وفعلا لما بشوفه لا هو اعلى من كابتن احمد شوبير، كان حارس عظيم بس مصطفى اعلى منه. عواد ولا محمد صبحي؟ عواد، وانا موافق على شوبير، بس اتمنى ان هو ان ربنا يوفقه، لان بحب احمد شوبير جدا وصاحبي وصديقي، بس اتمنى ان بكره يدخل فيه جون بتاع 1-0 وينتهي 1-0. مش كان ضربات جزاء من شويه؟ لا قال لك لو غيرت رايي جون غيرت رايي ثانيه في ضربات الجزاء يدخل فيه جون برضه. يعني حضرتك بكره تفضل عواد يكون بادئ اللقاء؟ بس هو صبحي اللي هيبتدي. الصبح اللي هيبدأ. ما هو ما ينفعش انت قاعد تلعبه المباريات الاخيره وتيجي في ماتش زي ده تشيله، يعني مفيش منطق يقول مدرب اجنبي. هم الاثنين الجونين بتوع الزمالك للامانه انا اظن كانوا جزء من المشاكل، ان هم الدفاع كان مش كويس في الزمالك لفتره طويله للاصابات والتبديلات وتبديل المدربين. طبعا خساره كبيره الونش وعبد الشافي وفتوح لسه ما رجعش. فانت يعني فبالتالي اتفضل طبعا. فبالتالي بكره الذي سيحدد نتيجه المباراه لحد ما دفاع الزمالك. دفاع الزمالك حد الحد كبير. بشكرك يعني معنى كده ان الماتش هجوم على لا دفاع الزمالك ده صحيح لانه اتفضل انا متفق معاك. والله يعني استاذ خيري في مره كده باركت للزمالك على الهواء؟ طبعا كتير. انا الزمالك لما خد البطوله الوديه عملت له حفله في الامارات بالفوز على الاهلي لما غلب اتحاد جده. لا لما يفوز على الاهلي طبعا ببارك، ولو الاهلي وحش بقول الاهلي كان وحش وما يستحقش والزمالك كان احسن عادي. لا اصل انا هنا زعلي في قلبي، لكن الحقيقه اللي الناس شايفاها انا ما اقدرش اطلع اقول لهم الاهلي كان عظيم وهو كان زي الزفت، ما ينفعش. حتى لو الزمالك كان اسوأ في المباراه من الاهلي هقول له مبروك طبعا لانه فاز وهارد لك الاهلي، بس جوه في حته لا انا مش زعلان منه، انا بزعل من الاهلي لما يخسر لما يلعب وحش. الفرقه اللي قدامه لعبت كويس او كسبت يبقى مبروك. لا انا ما عنديش هذا التعصب، ما الاهلي اتغلب كتير من انديه، مش كتير قوي يعني بس اتغلب. فبزعل من الاهلي، ولما بيلعب حلو قوي انا مش مؤمن ان حد هيلعب صح وحلو ويتغلب. لكن في ايام بيبقى واقع، بيبقى مش يوم اللعيبه، ودي كوره. مين الفرقه اللي بتفوز على طول في العالم؟ مفيش. الكوره ما تبقاش لها متعه لو انا عارف مين اللي هيفوز دايما. مقاله للاهلي حصلت كتير. بص اقول لك على نموذجين. على الزمالك بص هقول لحضرتك انا كان عندي انطباع، كان عندي حاجه خاطئه كزملكاوي، وربما هي موجوده عند ناس كتيره من مشجعي الكوره المتعصبين، ان انا معتقد انه اي ماتش يلعبه الزمالك مع اي فريق اقوى فريق لازم يفوز، وان ده شيء امر حتمي. ثم بدات ادرك انه لا، انه انت بتفوز او بتتغلب لانه حسب مستواك. ففي مرات كثيره في السنوات الاخيره الزمالك لم يكن يستحق الفوز، كان في بعض العوامل الخارجيه التي تؤثر على الفريق، لكن ما كانش عنده مؤهلات تؤهله. فبدات ادرك ده وبدات اكتب ده في التعليقات. انا ما بكتبش كتير في الرياضه الا قليلا يعني. لما بدات اقول ده وبقول يا اخوانا الزمالك لم يكن يستحق الفوز، زملاء كتير زملكاويه يعني اعتبروني مرتدا وطلعت في قناه الاهلي كتير مع عادل القيعي وابراهيم المنيسي قصدي كتير، واتكلمت بطريقه شايفها ان موضوعيه، انك انت مهم انك تقول للناس شجع فريق يستحق الفوز، ولا انت حب الفريق كما تشاء لكن عليك ان تكون موضوعيا. طالما ان الفريق لم يستحق الفوز شوف، بدل ما نتكلم فقط على الحكام والعوامل وبتاع، نتكلم على الفريق كان يستحق ولا لا. وبالتالي دي بتخليك تشوف الصورة واضحة وما تزعلش قوي وتبتدي تدور على العلاج الحقيقي. لكن بطبيعة الحال شأن كل حاجة في الدنيا، أصحاب الأندية في الأهلي أو في الزمالك في مرات كتيرة بتبحث عن الشماعة صحيح، لأن أنت مش عايز تواجه الجمهور والناس وتقول لهم الأخطاء فين. أنا بالمناسبة كتبت مقال من 3 أيام على كيف نتعامل مع ليفربول ومحمد صلاح. بقول يا اخواننا، ما بتكلمش في الكوره انا مش خبير كوره، لكن بقول ان احنا علينا ان احنا نتعامل بتحضر مع هذه المشاكل.
الزعاء والصراخ والحاجات دي مش هتنفع. لازم نشوف محمد صلاح افضل ما حصل الكره المصريه منذ عقود. ازاي استغل ده وشجعه؟ ده قوه ناعمه كبيره. لا يصح ان انا ادخل في خناقه بغض النظر عن الحق القانوني ولا لا. ازاي ادير ده؟ لان انا بعمل نموذج للناس عشان تتعلم. سخيري، في حد زملكاوي زعل منك بسبب اهلي وزمالك؟ كتير طبعا. طبعا لما بيبقى الاهلي حلو بتكلم عنه الزملكاوي بيزعلوا على السوشيال ميديا طبعا. بس في ناس بتنتقد اصدقائك. ولما مجرد انك تقول انك اهلاوي ولا مش اصدقائي. انا عمري ما في حد من اصدقائي من الزملكاوي زعل مني، لان عمري ما خدت المساله يعني. انا واعي للحدوته قوي، واحنا طول عمرنا كنا بنلعب في بلدنا في الجرن اهل وزمالك. صحيح. وبنلبس صحيح. الفانيلات وبنلعب، وبعدين بنلعب على صندوق مشروب غازي، وبنتعشى بالليل مع بعض، والحياه لطيفه يعني. وطول عمرنا كنا بنروح نشجع ونمشي، وانا مبسوط بفريق، انا ماليش دعوه بالفريق التاني. ليه ده ما بقاش موجود دلوقتي؟ علشان النيران التي اشتعلت منذ سنوات عبر البرامج الرياضيه، عبر القنوات الفئويه، اتعملت قنوات خاصه لم تكن تخضع لمعايير مهنيه حقيقيه، فاشعلت النيران، وبالتالي كان في قولان ورد، وبالتالي انتقل ده الى السوشيال ميديا. فكره ان اجيب اهلاوي وزملكاوي وافضل اولع في ده واولع في ده واولع في ده واولع في ده، الحريقه خلاص بقت حريقه، واللي قاعد يتفرج بينحاز وبيبقى عنده معلومات ويقول له انت كذاب، وبقى على استعداد لو اتنين في قهوه بيتفرجوا هيقوموا يضربوا بعض. فكان خطا اعلام حقيقي. لكن الحقيقه اللي بترجعوا ليها دلوقتي، وانا عايز احييكم وحيي صديقي العزيز الاستاذ اسامه الشيخ، لانه من يوم ما رجع حاجات كتير حتى في القنوات الخاصه التابعه للمتحده اتظبطت، الدنيا اتظبطت، بقت معايير البرنامج الرياضي هي برنامج رياضي. صحيح. اطرح السؤال واتلقى اجابه، ما بقتش قاعده مريحين وقاعدين نرغي وبره الماتش وبنقعد ساعتين ثلاثه بعد الماتش ونقعد اعلانات في النص بال 20 دقيقه. كلهم بكثر اعلاناتهم يا اخي. لا انا عايزها تتوزع بس علشان ما تحولش من على القناه. نتابع مؤتمر او وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك قبل لقاء القمه بين الاهلي والزمالك الذي اقيم بالامس في الرياض. احنا بنحضر زي اي تحضير للمباراه، بنشوف نقط القوه ونقط الضعف للفريق اللي بنلعبه. احنا محضرين المباراه كويس جدا، وعندنا يعني مستعدين، احنا عاوزين نلعب مباراه كويسه، وهو عنده اجابه من اللعيبه بتاعته في التدريب الكلام ده، وكمان في الاخر قال ان احنا يعني محضرين كويس المباراه، وفي نفس الوقت مستني من اللعيبه في المباراه دي ان شاء الله يقدموا مباراه كويسه. شكرا طبعا، وفخور جدا ان هو موجود في السعوديه ثاني. تبقى مباراه تكتيكيه بالفريقين، احنا بنلعب بطريقه تكتيكيه غير النادي الاهلي. So the important thing now is just the cup and الحاجه المهمه جدا دلوقتي هو الكاس. It's very important for all of us. مهم جدا بالنسبه لنا كلنا. And also for the club life. وبالنسبه كمان للنادي. Because Zamalek is a club that make himself ان الزمالك اوريدي فريق بيكسب بطولات وبيكسب وبيحقق القاب. And we must show this in the next game. ولازم نوضح ده قدام النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه اللي جايه. No, I have clear in my mind how I want to play and my players. هو عارف كويس او واصل له جدا في مخه او عارف كويس جدا ان اللعيبه او اللعيبه اللي عاوز يبدا بيها في المباراه او لعب وسط الملعب. My players they have also clear in their mind how they must to play. واللعيبه كمان وصل لها كويس جدا هم ازاي يلعبوا الطريقه بتاعته. So I just arrived, you know, we trained 24 times with them. هو كان لسه واصل ومرنهم 24 تدريبه. Just before I arrived, the club signed with 10 or 11 players. او قبل ما يوصل على طول النادي يعني تعاقد مع 10 او 11 لعيب. It was important to give the chance to all of them. كان مهم جدا ندي الفرصه لكل اللعيبه. And the good thing is that we have options to so والحاجه كويسه they must fight between them healthily to play. والحاجه كويسه ان احنا ان هم اوريدي لازم يبقى في يعني قتال بينهم وبين بعض، يعني حاجه صحيه للفريق ان هم ينافسوا بعض، وفي الاخر ده حاجه صحيه للفريق يعني. It's true that all of them they have different skills. كل واحد عنده مهارات مختلفه. And God helped me to choose the best of them to play
against Ali and ان شاء الله ربنا يعني يديله الاختيار الصح انه يعني اللي هم مين اللي يلعب قدام النادي الاهلي وان شاء الله نكسب. اكيد طبعا يمكن مش هزيد كلام كتير عن كلام الكوتش. يمكن مباراه مهمه طبعا الناس كلها عارفه نهائي كاس مصر بطوله مهمه بطوله غاليه جدا على نادي الزمالك مركزين فيها بشكل كبير ان احنا جايين ان شاء الله ان احنا جايين نحقق اللقب باذن الله وشغالين على كده ان شاء الله. نتمنى التوفيق يبقى معانا في المباراه. اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا في المباراه ان شاء الله. الماتش يطلع بصوره كويسه بشكل كويس للفرقتين والتوفيق يبقى معانا ان شاء الله واحنا هنكسب باذن الله. والاستعداد طبعا يمكن من اول ما جينا الاستقبال بصراحه استقبال هايل والاستعداد شكلها ان شاء الله هتكون حاجه مناسبه جدا للبطوله وتكون حاجه بحجم مصر يعني ان شاء الله والسعوديه مع بعض. فبنتمنى ان شاء الله التوفيق يبقى معانا ونقدر نحقق اللقب ان شاء الله. ده كان وقع المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالأمس في الرياض لنادي الزمالك وجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. قبل ما أروح للمؤتمر الصحفي للأهلي، اختلف نادي الزمالك، اختلف في الملعب مش بره لحد كبير لحد كبير مع جوزيه جوميز يعني شوية متوسط في بدأ خير. لازم يديله انت عارف كده عاملة زيه مع الفارق، عاملة زي سعر الصرف، لازم تاخد وقت عشان تعرف المستوى هيزبط عليه. الزمالك تعرض لعملية استنزاف رهيبة جدا طوال السنوات اللي فاتت، تم فيه يعني مصلح التجريبي، تم تجريب كل شيء في الزمالك من أول شيء من فوق لتحت، وعملت كل شيء ومشيت لعيبة وجبت لعيبة وكان في حاجات كتيرة غريبة جدا. لا. لازم تاخد وقت عشان تبني من جديد ويبان. العوامل النفسية بتلعب دور، بمعنى أنه يجي ماتش زي بكرة ربنا يوفق الزمالك ويفوز إن شاء الله. انا بتكلم ان شاء الله. هو انا كلمتك طيب انت عم انا كلمتك انا بقوله لا مصر شفايف اللي في القلب في القلب ايوه في القلب. فلو فاز ده ممكن بتبقى دفعه معنويه تخليه يقدر يبتدي اكتر رغم ان الزمالك متفوق طبعا في البطولات الاخرى الجماعيه، بس الناس بتحكم اكتر على كره القدم. فبالتالي العامل فين ده انا مش عايز اعمل غلط ولا على ما حبيتش اقطع عشان ايوه برجع للاحصائيات. في العشر سنين الاخيره الزمالك محتكر شبه ولا محتكر لا 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 مؤتمر الاهلي ولا في مؤتمر الاهلي ونرجع لهذا النقاش. مؤتمر الاهلي وقع ماذا خلى طبعا كل المدير الفني بالامس في الرياض. احنا سعيدة جدا بالتحضير الجيد للمباراة. احنا كان عندنا وقت كافي بين المباراتين للتحضير تقريبا اسبوع، ده كويس جدا ساعدنا ان احنا نستعد ونتحضر للجزء التكتيكي في القاهرة عشان نيجي ونقدر نتحضر لليومين دول للمباراة يوم الجمعة. سعداء بالمباراة جدا، سعداء بنهائي الكاس، بان هو ماتش هيبقى يكون ماتش كبير ماتش صعب طبعا ضد فريق كبير جدا. احنا عارفين ان احنا نلعب منافس قوي، منافس عنده لعيبه كواليتي بتاعها عالي جدا، كفاءه عاليه جدا، مهارات عاليه جدا زينا احنا كمان. احنا كمان فريق قوي فريق كبير. احنا جايين هنا عشان خاطر نعمل كل حاجه عشان ناخد البطوله، وده اهم حاجه بالنسبه لنا. طموحنا البطوله وبس، وده دايما قدر النادي الاهلي. سعداء كمان بالتواجد هنا في المملكه، وسعداء بالجمهور اللي هيحضر المباراه، ان الملعب هيبقى ان شاء الله متقفل على الاخر، وده بيبقى دايما بيسعدني جدا الاجواء اللي بيبقى فيها الجمهور حاضر بقوه. فاحنا ان شاء الله متحضرين المباراة، عندنا كل الطموح وكل الدوافع ان احنا نكسب المباراة ان شاء الله يوم الجمعة باذن الله. في عندنا 3 لاعبين مصابين، دول فضلوا في القاهرة ما جوش معانا، وفي 2 أو 3 لعيبة لسه ما وصلوش للمستوى البدني 100% او جاهزية 100%. عشان كده انا خدت معايا 23 لاعب، 20 لاعب و3 حراس. هاريك شايفة ان دي كانت نقطة تحول لينا وحاجة ايجابية، ان احنا هنا طبعا احنا شايفينها برضو حاجة ايجابية. احنا الموسم بدأ بالنسبة لنا مش احسن حاجة، لان احنا دخلنا على رتم عالي مرة واحدة، ماتشات صعبة جدا، بطولة سوبر وبعدين دوري السوبر الافريقي، مستوى مرة واحدة منافسة شديدة مرة واحدة. المفروض الطبيعي انه بيبدأ ماتشات دوري يبدأ يدخل في الريتم، يبدأ انه يجهز الفرقة بدنيا وفنيا، ده ما حصلش معانا. احنا بدأنا الموسم على طول برتم عالي جدا، فده اللي تسبب ان احنا حصل فيه هزة في اول الموسم، لان احنا تداركنا الامر. وزي ما حضرتك قلتي كاس العالم احنا ادينا فيه ماتشات كويسه جدا، كنا ممكن كمان نحقق اكتر من اللي احنا حققناه بكتير، لكن قدر الله حققنا برضو النتيجه مش سيئه وعملنا اداء كويس جدا في كاس العالم.
الاقامه في المملكه طبعا بتساعدنا كتير مع التحضيرات والتجهيزات للمملكه والراحه اللي احنا بنشوفها في المملكه، فده بيخلينا ان احنا نادي كويس. فانا باكد على كلام حضرتك وبقول ان الاقامه في المملكه ساعدتنا وان شاء الله في كاس العالم، وان شاء الله تكون نقطه برضو ايجابيه لينا. طبعا زي ما قال المدرب هتبقى مباراه قويه بين فرقتين معروف عنهم ان هم اعلى كواليتي موجوده في مصر وفي افريقيا، فطبعا بنسعى ان احنا نفوز، ده طابع النادي الاهلي وده تركيزنا ان احنا نعمل علينا ونبقى مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه. فطبعا بشكر المملكه على اللي هم عاملينه الحضور الجميل والملاعب والاقامه وكل حاجه، فبصراحه بشكرهم جدا على الاستقبال الجميل ده، وتبقى مباراه تليق بمصر وتليق بالفرقتين ان شاء الله، وتبقى مباراه قويه ونحسمها ان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله. سؤال اخير قبل ما اختم، حضرتك هتتفرج على الماتش فين؟ في البيت، بجيب اصحابي فيهم زملكاويه واهلاويه مع بعض طبعا. اول تليفون بعد الخساره او المكسب هيكون لمين؟ لا يعني ممكن اكلم خالد مرتجى بارك له ده، وفي حاله الخساره مفيش، اقفل على نفسي، هطلع اقفل على نفسي مكتبي واتفرج على اي مسلسل او فيلم اجنبي بعيد عن البتاع عشان اخرج من ومردش على التليفونات خالص. اول تليفون بعد الخساره او المكسب حضرتك هتتفرج فين؟ بتفرج في البيت، واحيانا بمشي وسط الماتش شغال ببقى خايف من النتيجه بامانه، وارجع عشان ما عادش عندي قدره على ان انا اقعد اتعذب. انت كده من اول الماتش هتمشي. أنا بس اول تليفون دايما في الغالب بيبقى يا ابراهيم منيسي يا محمود مسلم، لو الزمالك فاز. لو الزمالك لو ما فاز بكتب بوست بقول يا اخوانا عايزين نركز في القضايا الكبرى في العالم. او اقفل التليفون واروح. لا مش قافل يا اخوانا، في قضايا مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، مش معقول نقعد نتفرج على الكوره ونتخانق. سخير حضرتك شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك. احنا بنتمنى من اللاعبين والجمهور انهم يقدموا صوره تليق بمصر في الخارج في هذه المباراه، ونحتفل جميعا مصريين اهل وزمالك باداء مشرف وصوره تليق بينا. انا اتشرفت ان كنت مع حضرتك، شرف ليا بتاعي ده، شرف ليا. سواء فاز الزمالك زي ما قلت او خسر الاهلي، علينا ان احنا نتحلى بروح رياضيه. استاذ عماد بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، وشرف ليا ان حضرتك تكون معايا. الله يخليك وسنه حلوه عليكم دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين. مشاهدينا الكرام، نازلنا مستمرين في ملعب أون وفقرات أخرى بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في ملعب اونو. بيسعدني بيشرفني ان يكون معي كل من الكابتن ياسر عبد الرؤوف. كابتن ياسر اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، شرفنا ومنورنا. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. ايضا بيشرفني ان يكون معنا كابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد اهلا بيك ومشرفنا ومنورنا. شرف لي. كل سنه وحضرتك طيب. والصحه والسلامه. نظره صغيره مشاهدينا الكرام عن حكم القمه رقم بين الاهلي والزمالك، رقم 21 بين الاهلي والزمالك.
البرازيلي أندرسون هو حكم القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في نسختها 91، وهو المباراة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. كابتن ياسر، ليه أجنبي؟ كلنا بنسأل نفس السؤال. يعني كلنا كنا نتمنى ان هو يكون حكم مصري، وكان كل الكلام اللي بيصار في الميديا ان في طقم حكام مصريين هو اللي هيدير، والمنطقه الحقيقه ان طقم مصر هو اللي يدير بعد ادائهم في بطوله الامم الاخيره، وبعد تكريم الدوله ممثله في وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي في تكريمه للحكام، وفي اتحاد الكوره وفي تكريمه للحكام، ولكن التكريم ده كله راح بدون اي دعم في مباراه النهائي. كنا نتمنى ان حكام مصريين هم اللي يديروا، كنا نتمنى ان هم نظهرهم بشكلهم الطبيعي، كنا نتمنى ان نقدم حكامنا بالصوره اللي هي ماشيين عليها بشكل كبير، ولكن الحقيقه ده ما حصلش، وضيعنا علينا فرصه كبيره، ورجعنا اتاخرنا كتير بالموقف ده. دي وجهه نظري. هل تمثل احباط المصريين او الحكام المصريين؟ هو مش احباط، هو الدعم كان لازم يستمر من لجنه الحكام المصريه والاتحاد المصري لكره القدم لحكامه. الدعم بالنسبه لي مش مجرد تكريم في غرفه مغلقه، الدعم بالنسبه لي هو احداث بتحصل، انت بتدي للحكام الثقه ان انا مستمر في الثقه فيكو، زي ما الاتحاد الافريقي واثق فيكو والاتحاد الدولي ان شاء الله يثق فيكو عشان تروحوا كاس عالم. عندي 2 حكام مرشحين كاس عالم من 13 حكم في افريقيا، فانا عندي اكبر نسبه بالنسبه لمصر، فلما اجيب حكم غير مصنف وتفضلوا على حكامك المصريين اللي موجودين اللي هم المفروض مصنفين والمفروض على اقرب ناس تبقى موجوده في كاس العالم اللي جاي، فطبعا ده يضر التحكيم او يضرب التحكيم في مقتل. ممكن ترشحوا لي 3 حكام مصريين ممكن كانوا يديروا هذا اللقاء؟ 3 حكام. اي واحد في السبعه. اي واحد في السبعه. اي واحد في السبعه الدوليين. حضرتك هتقول لي اهلي وزمالك و و و متفق يلعب ويأدي وربنا وفقه، اهلا وسهلا. ربنا ما وفقوش وعنده اخطاء واحد الفريقين اخذ البطوله بخطا تحكيمي، ده الطبيعي وده العادي، بيحصل في كل الدنيا كلها، حكامها هم اللي بيديروا، حكامهم هم ممكن ربنا ما وفقهمش ويغلطوا، هي الكره كده وهو التحكيم كده. نفس السؤال كابتن جهاد. لا، ما هو الحكام الموجودين للسبعه زي ما كابتن ياسر قال اي حد فيهم يحكم، لكن بطبيعه الحال انا لما اجي اختار من الاثنين او الثلاثه اللي راحوا كاس الامم اللي فاتت، والاثنين منهم اثنين مرشحين كاس عالم. السبعه يديروا، على فكره السبعه على فكره بالنسبه لنا افضل مليون مره من الحكم اللي جاي، يعني السبعه الموجودين في القائمه الدوليه حاليا اعلى مستوى واداء وسي في من رقم 7 اللي موجود في القائمه الدوليه، اعلى من اللي موجود في المباراه بكره. دي حقيقه. فالاختيار طبعا هيبقى اوتوماتيك، هتروح للحكام اللي جاي من كاس امم، 3 حكام ومنهم 2 حكام كاس عالم، فيبقى الاختيار هيبقى بين الثلاثه دولت، ولما ان السبعه فعلا يصلحوا تماما للسبعه يحكموا في كاس المباراه دي باي حال من الاحوال. عايز اخد اجابه من حضراتكم، لماذا دائما وابدا الحكام هي الشماعه الاولى لخساره اي فريق؟ لان الحكام ما لهمش ظهير جماهيري، ما لهمش حد يدافع عنهم، ما لهمش حد بيحبهم، ما لهمش حاجات كتير قوي، ما لهمش ظهر. اكيد ما هو الظهير الجماهيري ده، هو ده الظهر ده مش موجود، فيبقى لازم الاب الشرعي للحكام اللي هو اتحاد الكره هو اللي يكون ظهرهم، هو اللي يكون سندهم، هو يكون الداعم ليهم، ولكن ده الحقيقه ما بنشوفوش من فتره طويله جدا بالنسبه لحكام مصريين. يمكن كابتن مجدي عبد الغني قال الكلام ده صراحه. يعني هو الحلقه الاضعف دائما وابدا في منظومه كره القدم، هو الحلقه الاضعف، لكن محتاج دعم غير طبيعي، لان على فكره ان يوصل حكم مصري لكاس العالم هو اسهل كتير جدا من منتخب ما يوصل كاس العالم. فانت بتتكلم على منظومه سهل جدا نكسب منها كتير كاسم مصر، مش شرط مين اللي يروح في الاخر، انا ممكن اشتغل على منظومه شغل اقل كتير من شغل على المنتخب، واضمن طول الوقت ان في حكم او في ممثل مصري موجود في كاس العالم او طاقم كامل موجود في كاس العالم. فمنظومه محتاجه دعم بكل السبل، من اول وزير الشباب للاتحاد المصري لكره القدم لجان الحكام، لان فعلا الحكام تستاهل ده حقيقي. الناحيه الاخرى، الحكم البنيه الجسمانيه الحكم البرازيلي هي بنيه قويه ظاهريا، دي بتؤثر في بعض القرارات، تؤثر في بعض هو يعني حضرتك ذكرت اللي هو كان يعني 40 متر في 6 ثواني، ودي يعني البعض قالها يعني كتير، هل دي نسبه؟ لا، وقالها ان هي حاجه خارقه للطبيعه وحاجه خارقه للعاده. فانا بقول للاستاذ الصحفي اللي كتب الخبر ده في احد المواقع، مش هذكره ولا هذكر الموقع، هو هيعرف ان ده اختبار لورنر، وده طبيعي جدا ان حكم الدرجه الثالثه في اي بلد في العالم
بيعمل الاختبار ده، هو بياخد 40 متر في 6 ثواني، بيكرر 6 مرات ما بينهم راحة بينية دقيقة، يعني بيعمل السبرنت وبعد كده بيريح دقيقة ويعمل تاني، فهو ما بيعملش حاجة خارقة للعادة يعني. القوة الجسمانية حضرتك بتتكلم عليها واللي احنا شايفينها قدامنا يعني ده حاجة بتاعته هو، ده الستايل بتاعه هو. هيؤثر ولا مش هيؤثر؟ يمكن انا اتفرجت عليه مرتين ثلاثة، يمكن هو عنده الرشاقة ومرونة مش اعلى حاجة طبعا، لان احنا عارفين دايما البادي بيلدينج ما بيبقاش عنده المرونة والرشاقة زي الاجسام العادية. نعم. وعلى فكرة هو كان لعيب كرة يد، فيمكن هو كان مهتم بالكلام ده وهو لاعب كرة يد فاستمر بقى فيه يعني. اقل سي في حكم اهلي وزمالك في وجهة نظرك؟ بص يا استمر، انت لما تجيب حكم اجنبي، هنقول حكم اجنبي، يبقى لازم تجيب حكم من النخبة العالمية. مش دعوه بالنخبة العالمية خالص، هتكلم على البرازيل بس. البرازيل بس كان في كاس العالم 2018 ساندرو ريتشي ده الحكم البرازيلي رقم واحد 2018، وكان معاه الحكم الفار اللي موجود حاليا، ساندرو موجود حاليا هو سان باولو، ده موجود حاليا هو الحكم رقم واحد في البرازيل، ومرشح يروح ولتر سامبايو، ومرشح يروح الكاس الامم الاوروبيه اللي جاي فيه تبادل بين اوروبا وامريكا الجنوبيه في الحكام. فانت لو هتجيب من البرازيل هتجيب الحكم رقم واحد. طب انا 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 متواصل مع الراجل ده، انا كان معايا في كاس العالم 2018 وكان معايا في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016. الراجل ده موجود بكره في دوله في الخليج، ممكن تبقى السعوديه على فكره، فهتاكد من الكلام ده لان انا بحلل الدوري السعودي، فبتابع دايما التعيينات السعوديه للحكام. الاسبوع ده بالذات ما نزلش تعيينات الاسبوع ده في الدوري السعودي، فالراجل ده انا عارف ان هو موجود في الخليج الاسبوع ده اللي هو رقم واحد في البرازيل، فاتمنى ان باش السعوديه بكره، انا هعرف بكره في الماتشات، لان لو وجود السعوديه كان الاولى يبقى موجود في ماتش الاهلي والزمالك. في الماتش هوري حضراتكم لقطه للحكم، ويعني وش الحكم مع اللاعب بتفرق كتير في الانذارات يعني حتى النظره بتاعت الكابتن ياسر بن هوري حضرتك اللقطه دي ونرجع تاني مره اخرى معاك. عندنا برضه حكام في مصر يعني نفس العصبيه ونفس الحفاظ يعني مش جديده. لا هي مش قصه عصبيه، اصل دي مش عصبيه، ده يعني احنا بنتكلم في اسلوب تحاور مش هو في الملعب. زي ما احنا بنطالب اللعيبه باحترام الحكم، لازم برضه الحكم يحترم اللعيبه ويحترم صحيح. الاجهزه ممكن، بس هو الاجواء في الدوري البرازيلي او في امريكا الجنوبيه بيبقى عالي شويه فممكن يؤدي للكلام ده، ولكن انا متاكد بكره لا هو مش هيستخدم الاسلوب ده مع اللاعبين المصريين، ده قولا واحدا يعني، لان هو اكيد درس المنطقه ودرس ازاي هو يتكلم معاهم ويدير معاهم، واساسا مش هيبقى فيه لغه للحوار. في لقطه ثانيه رونالدو مع اندرسون الحكم البرازيلي، وكيف تعامل رونالدو مع اندرسون والعكس بالعكس، انا مش هذا اللقطه. كبير لا ده مش مطلوب في التحكيم، يعني في الاخر اللعبه كلها زي بعضها، ما عنديش فرق بين نجم كبير ولاعب موجود في المباراه، التعامل المفروض التعامل واحد، نفس التعامل مع اللعيبه بكل احترام زي ما كابتن ياسر قال، احنا في الاخر زي ما انت بتطالب اللعيب يحترمك انت مطالب انت تحترم اللعيبه، والاسلوب على فكره مش محتاج في التحكيم تعلي صوتك وزوق الحكم لا القصه دي مش مطلوبه خالص في التحكيم، بالعكس انت لما تروح في البطولات الدوليه وتعمل ده بتاخد عليك نقطه سلبيه مش ايجابيه خالص يعني. هو ما راحش البطولات الدوليه عشان كده ما بكلم اللي هو ما راحش. كابتن ياسر حضرتك حكمت مباريات كثيره مش في الدوري المصري، ممكن تكون خارجيه في افريقيا، هل كما ذكر الكابتن جهاد ممكن تدرس الفرقتين عاملين ازاي؟ ممكن تدرس طبيعه الامور
الشخصية للفرق، شخصية للمنتخبات؟ بناخد اكيد طبعا انطباع، وعلى فكرة ده دلوقتي بقى خلاص نظام متبع في الكاف وفي الاتحاد الدولي، يمكن جهاد عارف الكلام ده، ان النهاردة قراءة اللعب بقى جزء من تكنيك الحكم وكيفية ادارته للمباراة، دراسة الاجواء، بس ما تكونش يعني ايه حاجة سلبية عن لعب معين او قرار مسبق بالظبط كده، عشان ما يودنيش لقرار. يعني مثلا احنا زمان كنا بنتفرج على كابتن وليد صلاح الدين وعارفين ان هو في منطقه معينه جوه منطقه الجزاء لازم هينام، تمام، انما ممكن هو ينام وهو فعلا مرتكب ضده مخالفه، فانا ما كونش صوره او خلفيه سلبيه فبالتالي ما ادلوش حقه، انما لا لازم نعرف التحركات ايه، ولازم نعرف بناء الهجمه بيبدا منين، ومين اللعيبه اللي بتخرج جوه ال 18، ومين اللعيبه اللي هي بتشوط من بره، ومين اللي بيرفع، لان كل ده كمان هيساعدني في التحركات. لان التحركات دي ايه، يعني انا مش هروح مثلا عند خالد الغندور مثلا وانا مستني ان هو هيعمل اوفر، لا انا عارف ان خالد هيخش جوه ال 18 فلازم انا اقرب ليه وافتح لنفسي زاويه رؤيه وهكذا. لازم يكون الحكم ملم بامور كثيره من كره القدم، لازم مش في التحكيم زي ما ذكر الكابتن ياسر الاوفر، عارف ان كابتن وليد هيقع في ال 18 لازم يبقى الحكم. بص هو دلوقتي التحكيم بقى في الاتحاد الدولي بيستخدموه كعلم، ما عادش الموضوع يعني قبل كده احنا كنا بنتكلم على علينا في مصر قبل كده اول ما ابتدينا كنا الواحد بيجتهد بيتفرج وبيحاول يطلع عشان يتعامل مع الناس، لعيب بيخش جوه يعمل دريبلنج بالكوره فانت بتحاول تبقى مان تو مان عشان تشوف جوه المنطقه هو دورات الجزاء ولا سيميوليشن، القصه دي كنت بتعمل ده بطبيعتك كحكم. لكن في الاتحاد الدولي اللي بتكلم فيه ده بقى فيه مدرب موجود في بطوله الكاس العالم بيجي مع الحكم قبل المباراه ب 48 ساعه يشرح لك التكتيك بتاع الفرقتين ويشرح لك مين اللاعب المشاغب اللي ممكن يعمل معاك مشكله ومين اللاعب اللي يخش جوه المنطقه مو هو دايما بيشتغل في السيميوليشن. بس ده على فكره الانطباع ده يقول لك خلي بالك مش الانطباع ده بيدوم لان وارد القاريه في الاتحاد الدولي كاس عالم او في البطولات اللي كاس عالم شباب فعندك المدرب بيعمل ده بيقعد معاك باللابتوب بتاعه بيجهز لك انت خلاص عندك في مباراه معينه فرقه سين وفرقه صاد فرقتين بيلعبوا بعض فبيجي لك يشرح لك انت خلاص تمرينك وشغل التكتيك مع المدرب التحكيم بتروح مع المدرب اللي هو اللي بتاع التكتيك بتاع الفرقتين بيحكي لك كل حاجه بيحكي لك الفرقه دي بتشتغل ازاي وبتنقل بتاعها ازاي شغل الكوره عشان تقرا الملعب بتاعها وبيحكي لك اللعيبه دي مين اللعيب اللي ممكن يتعبك في الملعب كحكم الكلام ده بيجهزوه لك قبل المباراه ب 48 ساعه عشان انت خلاص ذاكرت الفرقتين قبل ما تنزل المباراه فبالتالي انت بتحضر ده تحضير من ضمن تحضير المباراه ده بقى موجود كعلم موجود في الاتحاد الدولي الحالي. دلوقتي عدم وجود الجمهور ساعد الحكام كتير يا كابتن ياسر؟ يعني ساعدهم بس احنا كنا في الاول وانا واحد من الناس كنت بقول دايما عايزين نشوفهم تحت ضغوط ودايما بالزبط. عايزين نشوفهم في الاجواء الصعبه ولكن الحقيقه الحكام الدوليين تحديدا عشان هم اللي بيسافروا لا هم لعبوا وسط جماهير لعبوا وسط ضغوط عاليه ونجحوا. بقيه الحكام لا لسه يعني لسه طبعا احنا بنشوف 1000 2000 الحمد لله الدنيا زادت بقت 20000 زائد ان في مشكله عندنا ان الانديه الجماهيريه بقت قليله قوي يعني احنا بنتكلم في 4-5 انديه تقريبا فالماتشات غالبيتها تقريبا بتلعب من غير جمهور. انا اعتقد ان وجود الجمهور بيخلي الحكم يركز اكتر يبذل مجهود اكتر عايز يظهر بشكل افضل يوصل لقرار افضل يعني وجود الجماهير هو حافز للحكم مش ضده بس الحكم اللي سماته الشخصيه متوازنه اما الحكم اللي سماته الشخصيه ضعيفه لا ممكن الجماهير تضغط عليه. المدرب بيحضر المباراه، اللاعب بيحضر المباراه، المعلق بيحضر المباراه، المقدم بيحضر المباراه، الحكم ازاي بيحضر المباراه؟ طبعا لازم يعيش المباراه بالمباراه يعني بيعيش او اول ما بيتعامل بالمباراه خلاص انا بقى عندي مهمه رايح اديها وبالتالي انا رايح المباراه باحداثها بكل تفاصيلها لازم بدرسها وبتكلم مع المساعدين بتوعي ومع الحكم الرابع اللي موجود لو في حكم فار بيتكلم معاه الكلام ده قبل المباراه لو مسافرين بره طبعا مع بعض في فندق واحد بنتكلم وبندرس المباراه على الورق بنتكلم كل حاجه هننفذها في الملعب بنحكيها مع بعض كمحاضره قبل المباراه. ده بيحصل في مصر قبل الماتش بساعه ونص لكن بره مصر في فندق والناس موجوده في حكام دوليين فبنتكلم الكلام ده قبلها بيوم او في طول في طول الايام او طول الايام طول الايام كل الوقت بنتكلم في ده حقيقة. فلا الموضوع بتاخده مهمه رسميه انت رايح تعملها فبتشتغلها بالورقه والقلم زي ما بيقولوا. اللقاءات الأخيرة بين الأهلي والزمالك تحت إدارة تحكيمية نتابع. في كلاسيكو العربي الكبير أهلا بكم مشاهدينا في الوطن العربي الكبير. حكاية مجد وتاريخ
الفار سهل كتير الحكم في السنوات الأخيرة؟ هو المفترض وعلى الورق وبالأرقام طبعا احنا نسبة الأخطاء قلت، هتكلم على مصر مش هتكلم على العالم، قلت، ولكن عندنا أخطاء كتير في التقنية، عندنا أخطاء كتير في التطبيق، عندنا مشاكل لأن ما فيش متابعة، ما فيش معالجة، ما فيش تدريب، ما فيش حاجة كتير، فبالتالي عندنا أخطاء كان ممكن تقل. احنا بنتكلم، يمكن جهاد بقى يتفق معايا، ان احنا بنتكلم احنا النهارده عدى تقريبا تلت الدوري، بنتكلم في 14 مباراة اتغيرت نتائجها باخطاء تحكيمية في وجود تقنية الفار نسبة عالية قوي. مين السبب؟ السبب انت بتشتغل على حكامك، المفروض قبل الموسم وفي التوقفات زي كاس الامم الافريقية لما حصل عندك توقف لازم تستغله كلمة حكام. الاستغلال ان انا اجيب حكامي واشتغل عليهم واصحح من اخطاء، على فكره الاخطاء كلها الناس كلها عارفاها، مش محللين بس ولا لا، اللجنه كمان الحكام عارفين الاخطاء وكده. للاسف الاستغلال للتوقفات دي ما بيتمش في مصر بالصوره المثلى لجنه الحكام، وبالتالي انت بترجع باخطاء جديده. طب انت ما عالجتش اخطائك القديمه، ما لازم تشتغل عليها. فالتحكيم محتاج شغل 24 ساعه في ال 24 ساعه وده ما بيحصلش، فمحتاجين نشتغل الحكام اكتر من كده. على فكره لما بيخرجوا بره ويتم اعدادهم اعداد محترم زي ما حصل في كاس امم افريقيا، بتشوف الخامه بتاع الحكام عامله ازاي. لكن انت ما تعدش حكامك ونفس الخامه على فكره ونفس الحكام، لكن ما تديهمش نفس الامكانيات اللي بتشوفها في الاتحاد الافريقي من اعداد وشغل وكده، بتلاقي الاخطاء موجوده من نفس الحكام ونفس الاسماء. السؤال الاخير خاص يعني قبل ما اختم، حضرتك مع ولا ضد ان تكون الحوار ما بين حكم الفار وحكم الساحه منشور؟ لا هو خلاص حصل في اسبانيا، هو طبعا الاتحاد الدولي وحصل في انجلترا. الاتحاد الدولي اقره، بس هو مش الحوار بالكامل، هو الحكم بيوصف القرار للجماهير وقبل ما يبدا، انما الحوار نفسه ده مش بيعلن. يعني انا النهارده جهاد حكم فار، انا حكم ساحه، هو مستدعيني، فهو بيقول لي في احتماليه ركله جزاء، انا شايف 1 2 3 4، الحوار ده مش منقول. انما اللي بيتنقل او اللي بيتقال ان الحكم الساحه لما بيرجع الملعب بيقول انا حسبت ركله جزاء علشان كذا. ده في المباراه الدوليه او في مباراه الاتحاد الدولي، ولكن في المباراه الاخيره ولكن في حادثتين، في حادثه في انجلترا وحادثه في اسبانيا حصل فيهم الحوار نشر ونشر بره الماتش، بره 90 دقيقه. بره 90 دقيقه، بره 90 دقيقه بعد المباراه. مش ساعه المباراه، بعد المباراه. تمام. مع ولا ضد؟ لا ضد. ضد مع حضرتك ولا ضد ان يكون الحكم ليه فيسبوك او اي وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا هو بص، في اوروبا مفيش. لا في، لا موجودين في اوروبا، موجود كل حاجه، بس ما تتكلمش فيها التحكيم يعني، ما يعني موجود على فكره وموجود بمنتهى القوه في جميع المنصات. نعم. والحكام الاوروبيين موجودين في كل حاجه، بس ما بيتكلمش على شغل التحكيم او بخشش مشكله مع جمهور او اتكلم على قرار تحكيمي، الكلام ده مش موجود يعني. دي حاجه شخصيه بعيد عن التحكيم وحياتك في التحكيم، لكن موجودين في القصه دي. في مصر الحكام موجودين برضو على المنصات، بس مش يعني ما فيش حد مسموح له يتكلم. التليفون. لا تليفون ومداخلات بره ممنوع. ممنوع 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 بعيد عن التحكيم. اطلع اتكلم عن الاسره، ممنوع. عن ذكرياتك، لكن عن تحكيم. لا. لكن تحكيم لا، تحكيم قرار تحكيم لا. هنا بيحصل. ما اللي بيحصل ده غلطان، مش صح. لا مش هو الغلطان. خلاص اللي بيسمح له، اللي بيسمح له يطلع هو الغلطان. تمام. كابتن ياسر بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك، نتمنى التوفيق بكره ان شاء الله للفريقين، نتمنى ان احنا نقدم صوره طيبه عن الكره المصريه، واي مكان اللي هيعمله الحكم نتمنى له التوفيق في الاول وفي الاخر طبعا، ولكن اي مكان اللي هيعمله الحكم، ودي حاجه بتزعلني، ان المباراه هتعدي ان شاء الله، ولكن لو كان حكم مصري كانت القيامه كانتش هتعدي قوي. ايوه بالظبط. كابتن جلال بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورتنا. استنى شكرا ليك، واتمنى ان شاء الله بكره التوفيق للفريقين، يعملوا صوره محترمه جدا للكره المصريه. اتمنى التوفيق للحكم على فكره، مع اختلاف ان هو الحكم يجي من بالمنظر ده او مصنف، لكن اتمنى التوفيق للحكم، لان في الاخر ده بيمس الكره المصريه، واتمنى ان شاء الله بكره يخرج عرس رياضي محترم يشرف الكره المصريه. لازلنا مستمرين مع حضراتكم في ملعب اون، والفقره الاخيره في ملعب اون بعد الفاصل، ابقوا معنا.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، يسعدني ويشرفني اكون معي كل منا الكابتن وليد صلاح. كابتن وليد اهلا بيك وشرفنا ومنورنا. حبيبي كابتن تامر، انت اللي منور وانت طيب ورمضان كريم يا رب. ايضا بيسعدني ان يكون معي الكابتن سامي الشيني. كابتن سامي اهلا بيك وشرفنا ومنورنا. وحشتك يا كابتن، ربنا يخليك. ليك طبعا للكابتن وليد، كل سنه وانت طيب. طيب يا رب دايما بخير باذن الله. دائما وابدا مباراه القمه لا تعرف الافضل مين ولا تعترف بالتاريخ، ده صح؟ مليون في الميه، عشان كده هي قمه. ديربي كرة المصرية، كلاسيكو العرب، أقوى مباراة في أفريقيا، الكلاسيكو اللي الشرق الأوسط كله بيتابعه، متهيألي فيه في أماكن في أنحاء العالم كله، في أمريكا وفي أستراليا وفي كندا، ناس في العالم كله أهلاوية وزملكاوية، ودي أحلى حاجة. أنت قول لنا الأرقام كده بتاعت الكاس هتعرف منها التاريخ. على الاهلي والزمالك اقوى فرقتين، ومش من مصلحه حد ابدا ان فرقه تقع لحساب فرقه. انت شايف الزخم اللي احنا فيها يا كابتن تامر، شايف التحفه اللي احنا فيها. احنا بنتكلم على المباراه قبلها باسبوع، بص تحس ان في عيد في مصر، بكره عيد في مصر، ناس كلها وزخم غير عادي، والاهلاويه والزملكاويه بيستعدوا، وأجواء جميلة جدا. كل كباتننا الكبار في السعودية دلوقتي، شكرا لكل المسؤولين في السعودية البلد العزيزة والشقيقة، شكرا لكل المسؤولين عن الرياضة، حاجة جميلة جدا. يعني الواحد سعيد جدا، كله مستني بكرة، يا رب إن شاء الله تكمل على خير، والفرقتين يقدموا لنا وجه حقيقي للكره المصريه يا رب ان شاء الله. كابتن سامي، قبل ما ادخل في الفنيات بالنسبه للاهلي والزمالك وتشكيله الاهلي والزمالك، هل في افضليه لفريق على فريق قبل اللقاء الغد؟ بص، يمكن انا هتكلم مش هتكلم قوي على حته الفني قوي، غير انا هتكلم على حته الاستقرار. في استقرار في النادي الاهلي، مدير فني بقى له سنتين مع الفرقه، مدير فني عرف اللعيبه اللي معاه، الراجل خلاص بنسبه 80-90% التشكيل حافظه من فتره كبيره جدا، عارف بيحرك اللعبه ازاي، بيدي راحات ازاي، عارف البودلة ومين بيلعب فين. عندك النهارده في اكتر من جوكر موجود، فبيحطهم في الاماكن اللي هو عارفها، عكس الناحيه الثانيه الراجل لسه بقاله 3 ماتشات وحصل له مشكله في اخر المباراه الاخيره اللي هي سوار اللي اتلغت دي. كان الراجل، انا عارف من جوه ان الراجل ضايق جدا، كان نفسه جدا ان المباراه تتلعب، لان كان جرب بعض اللعيبه ويجهز بعض اللعيبه. النهارده واحد زي فتوح ما كانش جاهز بنسبه كبيره جدا، تتكلم واحد زي مصطفى شلبي كان برده محتاج انه يجهز. كان عندك مجموعه، محمود علاء موجود، عندك الجزائر، عندك مجموعه كانت بعيده بشكل كبير جدا، الراجل عايز يجهزها من شيكابالا كان عايز يحطه. فبالتالي الراجل لسه بيتحسس، هو فتره من فترات كان بيلعب بعينين احمد مجدي، يعني احمد مجدي المساعد هو اللي كان في وقت من الاوقات بيقول له ده بيلعب يمين ده بيلعب شمال، يعني هو ما يعرفش ان الزناري باك يمين، هو الزناري احنا عارفينه مساك، عمر جابر بيروح باك شمال، صح ولا غلط؟ فالنهارده بتتكلم على انه كان فترات الراجل بيبقى بيشتغل مع احمد مجدي. طب الراجل امتى يحط ايده على الفرقه؟ لما نيجي نتكلم على الفنيات هنتكلم في حاجات اكيد هيبقى ليه قناعات ثانيه غير قناعات. ما هو هي بقى المشكله طبعا كلها ان هنا استقرار، والراجل بقى له 3 ماتشات بيكسب نادي الزمالك، اول مباراه لجوميز فضغوط كبيره عليه، لسه بقى له 3 ماتشات مع الفرقه، الاداء ما كانش مقنع بنسبه كبيره باستثناء الشوط الاول من ابو سليم، لكن مباراه الاسماعيلي متوسط، مباراه الداخليه متوسط، ابو سليم الشوط الاول كان جيد جدا، فهنشوف ان شاء الله المباراه بتاعت النادي الاهلي. طموحات الزمالك وسلاته لهذا اللقاء في سياق التقرير التالي. عهد جديد يسعى من خلاله فريق الزمالك لطي صفحة الماضي والفوز بأول ألقابه تحت قيادة مجلسه الجديد في قمة الأحلام التي يشهدها ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض. كأس مصر النسخة 2022-2023 يحلم فريق الزمالك بحمله في الاحتفالية الخاصة في المملكة العربية السعودية بمرور أكثر من 100 عام على أقدم بطولة في الشرق الأوسط، البطولة التي انطلقت قبل 102 عام وحقق الزمالك أول ألقابها، ويسعى للفوز باللقب 29 في تاريخه وفك الارتباط مع الأهلي بعدما تواجد الغريمين في النهائي 20 مرة، تبادل كل فريق الفوز 9 مرات وتقسم البطولة مرتين، ويبحث الزمالك عن الفوز رقم 10 على الأهلي في نهائي كأس مصر.
الزمالك الذي ظل 59 عاما دون تحقيق أي فوز على الأهلي في نهائي كأس مصر تخلص من العقدة في 2015 عندما تفوق بفضل ثنائية باسم مرسي لتنتقل العقدة إلى الأهلي بعدما تذوق طعم الهزيمة 3 مرات في نهائية كأس مصر أمام الزمالك أعوام 2015 و2016 ثم نهائي نسخة كأس مصر 2020-2021 وهي آخر ألقاب الزمالك في البطولة ويحلم البرتغالي جوزي جوميز بكتابة شهادة ميلاده كمدير فني مع جماهير الزمالك وإهدائهم البطولة الأولى له متسلحا بالصفقات الجديدة التي تواجدت في قائمة فريقه للمباراة وعلى رأسها ثلاثي الأهلي السابق عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي بجانب 5 لاعبين تواجدوا في قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة وهم محمد عواد ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى شلبي وأحمد زيزو فيما شهدت القائمة غياب 9 لاعبين وهم الفلسطيني ياسر حمد والأوغندي ترافيس موتيابا وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية الزمالك الذي سبق له الفوز على الأهلي لأول مرة في بطولة تقام خارج مصر وهي كأس السوبر الأفريقي 1994 يحلم باستمرار تفوقه خارج مصر والفوز ببطولة كأس مصر التي تقام لأول مرة خارج مصر شيكابالا قائد الزمالك يحلم بحمل كأس مصر للمرة السادسة وتقديمه هدية للجماهير بعدما احتفل مع زملائه بعيد ميلاده أمس يكون الكأس أجمل هدية في عيد ميلاده 38 كابتن وليد الغيابات المؤثرة في نادي الأهلي أكثر يعني ياسر إبراهيم غياب ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وأيضا أسامة أبو علي غيابات مؤثرة وأليو ديانج أيضا وغيابات مؤثرة في نادي الأهلي قبل اللقاء يعني أنا بشوفها دايما في النادي الأهلي غيابات مؤثرة بس بنسبة مش كبيرة لانك بتلاقي البديل اصلا هو ما بيتقالش عليه بديل هو اصلا لعيب اساسي يعني احنا شايفين الموقف واضح جدا جدا عند محمد الشناوي ومصطفى شوبير محمد الشناوي حارس مرمى مصر الاول منتخب مصر والنادي الاهلي لكن لما غاب انت حسيت باي حاجه حسيت باي هزه في خط الدفاع حسيت باي هزه في حراسه المرمى لا وبكره ان شاء الله مصطفى شوبير ربنا يكرمه ويعمل مباراه كبيره نفس الكلام رامي ربيعه بيطلع من احسن اللعيبه اللي موجوده في كل المباريات اللي مش موجود فيها ياسر ابراهيم نفس الكلام على كل المستويات بقى نص الملعب يلعب اليو ديانج يلعب السوليه يلعب احمد نبيل كوكا يلعب محمد مجدي قفشه يلعب اللي يلعب النادي الاهلي بيتاثر خلينا نتكلم كوره يعني مثلا لو علي معلول مش موجود وقدامه مثلا حسين الشحات مش موجود جابها كامله غايبه يتاثر ولكن يتاثر بنسب قليله جدا على العكس ناحيه الزمالك 6 صفقات لم تكن موجودة في الزمالك بس ما لعبوش بأسلوب كبير يعني أعتقد الأمور موجودة في نادي الزمالك مهيئة للمباراة آخر مباراتين تحديدا مباراة الداخلية ومباراة الإسماعيلي بص من هنا هقسم الصفقات نصين نص خبرات كبيرة قوي ودي ثقة كبيرة جدا للفرقة عبدالله السعيد بتكلم عبدالله على ناصر على أحمد حمدي بتكلم جزء على محمد شحاتة ورجع السيف فاروق جعفر عنده خبرات شوية وبعدين الجزء الثاني بقى بتاع محمد عاطف بتتكلم على مهاب بتتكلم على ياسر حمد زياد كمال مصاب الجزء اللي هو بتاع عبدالله وبنتكلم على شحاتة وبتتكلم على ناصر وأحمد حمدي ادي تقل للفرقة خلوا في شخصيه تقلت بزيزو بشكابالا بفتوح بنتكلم على المجموعه اللي موجوده مصطفى شلبي برده بدا يخش جزيره عنده خبرات ناصر منسى بدا يبقى ثقه فرقه نادي الزمالك بدات تتقل كشخصيه فريق وتتقل بان عندك دلوقتي 3 صناع لعب 4 تقال جدا ممكن تحكمه في الريتم بتتكلم على كمان اوباما كان في ظل تعلقه كان ناس المميزه فالصفقات دي لا تقلب بشكل كبير نادي الزمالك في المباراه بتاعت بكره دي اللي مخلياني مرتاح انا فتره كنت بخش ماتشات الاهلي والزمالك لا في عدم ثقه شويه في بعض الاوقات كنت اقول لك المباراه ممكن لا توصل لضربات الجزاء ونكسب لا دلوقتي ممكن اقول لك ممكن الزمالك يكسب بكره من غير ضربات جزاء من بدري لان بقى في شخصيه للفريق بقى في تقل بقى في ناس ممكن تحت الضغوط تستحمل عشان كده بقول لك الصفقات اللي جت جزء منها ادى ثقه وجزء لسه محتاج ماتشات عشان ياخد الثقه الاكثر بدنيا وجاهز بدنيا مين لا النادي الاهلي اقرب في كل شيء النادي الزمالك القصه ببساطه شديد الاهلي الاكثر استقرارا فنيا
اللعيبة عندها تجانس، بتلعب مع بعض بقالها سنين، عدت بالمواقف دي كتير، خبراتها بدنية. لو استمر الموضوع لنص ساعة بعد المباراة، الفرقتين بدنيا أقوية والأهلي بدنيا قوي جدا. بس هي القصة في إيه؟ سامي قال نقطة مهمة جدا، إن أنت عندك صفقات جديدة. الصفقات دي محتاجة إنها تصدق اللي حصل. نادي الزمالك نفسه عايز يعمل مباراة كبيرة ويحرز الكاس عشان يصدق إن اللي هو بيعمله ده صح. من أول مجلس الإدارة استقرار، عهد جديد، جايب صفقات جديدة، لعيبة قدامها تحدي حقيقي. انا النهارده جايب عبد الله السعيد وجايب ناصر وجايب احمد حمدي وجايب كلهم اسامي هايله، لكن مين اللي هيخلي الموضوع يتصدق انك تروح في اختبار حقيقي قدام الاهلي وتكسب الكاس؟ هنا مجلس الاداره هيصدق ان اللي عمله ده صح، اللعيبه هتصدق ان في لعيبه تقيله جت تقلت الفرقه. على الجانب الاخر، انا قلت الكلام ده في القضيه ممكن 2019 2020، قلت مباراه غايه في الاهميه لجيل النادي الاهلي انه يكسب المباراه دي تحديدا، نهائي افريقيا في استاد القاهره، لان الجيل ده كله هيروح في حته تانية. حسين الشحات ومجدي وقد كان ومحمد عبد المنعم والمجموعه دي. مباراه بكره مهمه جدا جدا لكل فريق انه يصدق انه هو اقوى من الفريق التاني. النادي الاهلي عليه انه يقابل الطموح الكبير ده والرغبة الشديدة من عبد الله السعيد ومن ناصر ومن احمد حمدي ومن ايا كان اللي هيكون موجود في نادي الزمالك، لازم يقابله بقوة كبيرة جدا علشان يخلي نادي الزمالك المنافس الاول ليه ما يصدقش اللي هو بيعمله. هكلمكم على النواحي الفنية والتكتيكية بالنسبة للاهلي والزمالك وتشكيلة كلا الفريقين بعد ما نشوف تقرير وطموحات واستعدادات النادي الاهلي لهذا اللقاء. يحلم فريق الأهلي بمواصلة هيمنته على لقب كأس مصر في نسختها رقم 91 في المباراة النهائية التي ستجمعه بالغريم التقليدي الزمالك مساء الجمعة المقبل على كأس مصر 2022-2023، وهو النهائي الذي يشهد قمة من نوع خاص لأول مرة في تاريخ كأس مصر على مدار 102 عام، كونها ستقام خارج مصر وتحديدا بالعاصمة السعودية الرياض على ملعب الأول بارك. الأهلي حامل اللقب في النسخة الماضية بالفوز على بيراميدز، يسعى للحفاظ على لقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه لتكون البطولة رقم 150 في تاريخ ألقابه وبطولاته الكثيرة، ومواصلة استمراره كأكثر الأندية في العالم تتويجا بالبطولات. الأهلي الذي صعد للمباراة النهائية بعدما تخطى منتخب السويس في دور 32، ثم الداخلية في دور 16، والمصري في دور 8، وأخيرا أمبي في الدور النصف النهائي ليواجه الزمالك للمرة 33 في كأس مصر، ويسعى للفوز رقم 17 أملا في الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي. ويخوض الأهلي قمة الجمعة بقائمة من اللاعبين القادرين على تحقيق اللقب، على رأسهم 10 لاعبين تم تواجدهم في قائمة المنتخب الوطني الأولية، وهم محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، وكريم فؤاد، وأكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ومحمود كهربا. فيما سيغيب عن القمة الحارس الأساسي محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وآليو ديانج وكريم الدبيس ووسام أبو علي. السويسري مارسيل كولر يسعى لتأكيد تفوقه المستمر على الزمالك والفوز بالقمة الرابعة في تاريخه بعدما سبق وفاز على الفارس الأبيض 3 مرات من قبل الموسم الماضي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن سامي، في البدايه قولي تشكيل فريق نادي الزمالك اللي حضرتك متوقعه واللي هيلعب بيه جوزي جوميز او الافضل نادي الزمالك. بص، في الماتشات الكبيره دي واكيد وليد عارف القصه دي، المجازفه مش مطلوبه.
مجازفة لازم يبقى فيه التزام بشكل كبير جدا وتقرا الفرقه اللي قدامك وفي نفس الوقت تختار التشكيل اللي يتناسب مع الوقت ده. انت بتلعبش على 3 بونت، بتلعب على بطوله، يعني في ممكن لما بتلعب على الدوري مفيش مشكله انك تفتح جيم وتشتغل خطوط مفتوحه وتلعب جيم مفتوح وتضغط من قدام، لكن في حته الكاس دي انت بتستنى الخطا، بتستنى المشكله فين وتبدا تكسبها من المنطلق ده. فبالتالي النهارده لا، الزمالك كان عشان يلعب ويقفل بشكل كبير عمر جابر حراسه المرمى الاول، حراسه المرمى صبحي لانه بيلعب بالفتره اللي فاتت، لكن الاثنين زي بعض عواد او صبحي. انا بقول صبحي، اختار لي واحد عشان اتكلم صبحي. ما قلت صبحي تمام. عندك ناحيه اليمين بنتكلم على عمر جابر. ناحيه الشمال فتوح، وفتوح عشان خبرات مش جاهز بنسبه كبيره، لكن لعيب الكبير ووليد خبره في الحته دي، ما بيجريش كتير، بيعرف يختار امتى يتحرك وامتى يقفل وامتى يعمل سبرنت. ففتوح بنسبه كبيره يبقى هو الموجود. تمام. اثنين، بحب قوي اقفل باثنين نص ملعب، ما احبش يبقى في واحد ما بين او لا، يعني ما احبش حتى يبقى ما بين او لا، رؤى ودونجا اثنين يشيلوا حمزه المسلوسي وحسام ابو صعب بيجيدوا حمزه المسلوسي دول الاثنين، ما دول اللي بيلعبوا على طول، دول اساسي. فالنهارده نص الملعب بتتكلم على دونجا، بتتكلم على رؤى، خلاص ده دول الاثنين عشان يشيلوا الباقيين، لان انا وليد كان بيتكلم على جبهات، انا هشتغل على ترحيل، فهمني ازاي؟ في فرق ما بين ان انا هشتغل على جبهه وفرق ان انا هشتغل على ترحيل في مكان. فالنهارده عبد الله السعيد هيبقى قدام الاثنين دول، وحط عبد الله لان ممكن يلعب على مروان، لان الاثنين بتوع الديفندر ممكن ياخدوا الاثنين بيلعبوا تمانيتين. تمام. وبتلعب بزيزو على علي معلول، وبتلعب بمصطفى شلبي الناحيه الثانيه، سواء بقى محمد هاني او اكرم توفيق. نعم. والفيرود الصريح بقى نصر المنسي. نصر المنسي كابتن وليد تشكيل الاهلي. مصطفى شوبير حراسه المرمى، محمد هاني باك رايت، علي معلول باك ليفت، رامي ربيعه وعبد المنعم سرد باكين، مروان عطيه على يمينه السوليه، على شماله امام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات. انا كنت اتمنى كهربا لكن هو موديست بحكم يعني رايتنا المستر اللي كولر. انت عايزه اللي انت تفضله؟ لا، اللي انا افضله كهربا طبعا. كهربا بس يعني مش ده اللي هيحصل، يعني خلينا ننقل اللي هيحصل اللي احسن. موديست غالبا، وهي دي التغييره الوحيده. في تغييره في نص الملعب، كان في راي بيقول انه احمد نبيل كوكا او مجدي قفشه، ايوه كوكا. او مجدي قفشه او تلعبها بعد ما احمد نبيل كوكا طلع بره، هو متهيألي المركز هيكون حسم لعمرو السوليه، الاكثر خبره، عنده تصويبات عاليه جدا، موفق جدا في مباراه الزمالك، خبراته كبيره جدا. بس اتمنى ان مستر كولر يخلي عمرو السوليه هو اليمين وامام عاشور شمال. في ساعات دايما التمانيات عامله زي السردباكات، في سردباك شمال وسردباك يمين، تمانيه يمين وتمانيه شمال. في بعض الاوقات اللي السوليه لما بيلعب مع امام عاشور بيودي امام عاشور هو اللي تمانيه يمين ويخلي السوليه على عدلته في تمانيه شمال. ده انا ما بفضلوش، بفضل ان امام عاشور يكون في احسن مكان ممكن يأدي فيه، اللي هو 8 ناحيه الشمال، عشان لما يقطم كده. ده لو موجود كوكا، لو موجود كوكا يودي مروان عطيه وتخلي امام عاشور يمين وكوكا شمال، لان كوكا اشول لو بيلعب الاثنين مع بعض، لو كوكا ومروان عطيه لو بيلعب مروان سته كده كده تمام، قولا واحدا. كوكا لو موجود، لو موجود بيخليه شمال وامام عاشور شمال وامام عاشور يمين، او ديانج يمين وامام عاشور شمال، او قفشه ساعات يمين، يعني حتى لو ما بيلعبش ب 10 يلعب قفشه يمين وامام شمال. بس انا ساعه السوليه حصلت قبل كده كذا مره، فامام بيجيبه يمين عشان يجيب عمرو السوليه في مكانه الطبيعي اللي هو شمال. ده بياخد من امام حاجات كتير، ان هو بيضطر ينقل على رجله الشمال، يروح كتير يقطع الملعب ناحيه الشمال، ما بيبقاش مستريح بنسبه كبيره. هكلمكم كابتن يعني بتحليل اخر او شكل اخر للاهلي او الزمالك. هبدا مع حضرتك بالزمالك، بدل حضرتك بحراسه المرمى محمد صبحي. عايز الافضل في بناء الهجمه والتعامل مع الكرات العاليه. ازاي بتعامل في الافضل للاهلي ولا للزمالك؟ الكرات العاليه؟ من الكرات العاليه وبناء الهجمه من الخلف. بص، هو في الماتش ده، في المباراه دي بالنسبه لنادي الزمالك، انا ما بحبش انك تبني من تحت. من عندك مشكله كبيره جدا لو ضغط عليك على المسلوسي او بنتكلم على حسام مجيد، عندك ازمه في البدايه من تحت، لان النهارده النادي الاهلي عنده حته ضغط بنسبه كبيره بتبقى مميزه. فالنهارده لا، بشتغل على اللعب الطويل، او لو بدات ابدا اتحرك على يميني الملعب، على يمين ببدا من عمر جابر، لان زيزو عنده سرعات يقدر ينزل، عندك عبد الله السعيد. لا انا بتكلم دلوقتي على حراسه المرمى في البدايه، يعني حراسه حضرتك صبحي. لا، تعاملاته مع الكرات العاليه وتعاملاته مع بناء الهجمه. ما على فكره بالفكره ما هو صبحي وعواد المقاس بتاعهم قريب من بعض، الكرات العاليه، فالاثنين زي بعض. الافضليه للاهلي ولا للزمالك؟ انا بتكلم في الافضليه، بقارن ما بين الاهلي وبين الزمالك، ما بقارنش بين صبحي وبين عواد. انا بقول لك الكرات العرضيه ولا الكرات الثابته، ولا بتتكلم على انهي كره؟ بدايه الهجمه من عند محمد صبحي، بدايه الهجمه من رجله ولا الكرات العرضيه على محمد صبحي؟ الاهلي افضل ولا على الزمالك؟
ده اللي بتكلم فيه، مقارنه بين الاهلي والزمالك مش بين محمد صبحي ومحمد عواد. لا ما هو مقارنه بالاهلي والزمالك النهارده في الكرات العاليه في ميزه في حسام عبد المجيد، وفي ميزه في محمد عبد المنعم. فحسب الكرات الثابته، انا بتكلم على الكرات الثابته، عندك ميزه ان هنا حسام عبد المجيد من افضل الناس اللي في مصر تلعب بدماغ. عندك ميزه الناحيه الثانيه ان محمد عبد المنعم بيقطع القريبه وبيخلص، فعشان كده هي مش واحد دفاعي. على فكره دي في الحارس المرمى بنسبه كبيره ما بيطلعش في الكرات دي، الكرات دي بتبقى عباره عن انت بتمسك مان اطوال مع اطوال، في نفس الوقت انت قبل ما بتشتغل على فرقه بتبقى جايب الكرات الثابته بتاعتها من فترات كبيره من ورا، فبتمسك المان. اسهل انا كابتن الاثنين قلبين الدفاع مع حارس المرمى، اسهل ايه في الكرات العرضيه على حارس المرمى. لا الاهلي في الاهلي افضل، الاهلي لان المستوس بنسبه كبيره بدماغه ما بيلعبش كويس. لكن رامي وعبد المنعم اتنين كويسين. لكن في نفس الوقت انا النهارده ممكن ارجع نصر منسي يمسك واحد من الاطوال، عندك النهارده دونجا بيلعب بدماغه كويس، رؤى لو موجود لعب بدماغه كويس. فعلى فكره في ناس بتشيل ناس، يعني في عندك مميزين في النادي الاهلي واطوال كويسه قوي، بس انا مش شرط اخلي المسوس اللي يمسك طول من الاطوال، ممكن ارجع ناصر منسي اللي يمسك طول من الاطوال. ما انت كمدرب لازم تقرا الاطوال بتاعت الفرقه قدامك، وبيجي لك قبل المباراه، بيجي لك قبل المباراه للفرقه، فبتحدد مين مع مين. لو فرق مش مصريه زي ما كنا بنشتغل احنا بتبقى شايفه قبلها بتنزل بالرقم، لكن بالاسم لما باجي مع فرقه نادي الزمالك او النادي الاهلي يبقى بالاسم. ثاني حاجه زي ما قلنا في العرضيات، على فكره مهما كان الحارس المرمى قوي جدا في العرضيات بنسبه كبيره في وقت كتير ما بيطلعش. ليه؟ لان هو ساعات بتبقى في مشاكل، يقول لك لا عندي مساكين طلع ممكن اطلع فتعدي فرشيل، يقول لك لا سيبها للاطوال والالتحامات اللي بتبقى موجوده جوه ال 18. اذا تعامل قلبيه الدفاع مع حارس المرمى في الاهلي افضل من الزمالك كاطوال. كاطوال المنظومه الدفاعيه في النادي الاهلي كافراد ومنظومه افضل ام نادي الزمالك؟ هي بص بتعتمد على حاجات كتير، منطقه الضغط بتاعتك فين، ده يهمني جدا جدا جدا. هل مستر جوزيه جوميز هيضغط على النادي الاهلي بطول الملعب ولا لا؟ هل مستر كولر هيضغط على نادي الزمالك بطول الملعب من البدايه ولا لا؟ ده يهمني جدا اشوفه. لكن كمنظومه دفاعيه مكتمله الاهلي مليون في الميه اقوى بكتير. جماعيا وفرديا الاهلي، انت دايما لما تيجي تتكلم على خط الدفاع لازم تتكلم على الثلاثه اللي قدامه، الثلاثه اللي قدام خط دفاع النادي الاهلي ملتزمين دفاعيا جدا. وكل واحد عارف ادواره بالظبط هو بيعمل ايه. يعني في الترحيل في النادي الاهلي كويس قوي، تغطيه مروان عطيه ورا الباكين خصوصا ورا علي معلول لانه بيبقى واخد مهام ورا علي معلول تحديدا علشان برضو السن بتاع علي، عشان قدرات علي الهجوميه الرهيبه. خد بالك الجبهه الشمال عند النادي الاهلي قويه جدا هجوميا، فبالتالي عايز تامنها دفاعيا، بامنها باتنين، بمروان وبمحمد عبد المنعم. بيتوقع بسرعه، قاري سريع جدا عبد المنعم في السرعات الطويله مع اي مهاجم. بيعرف يرجع السرعه بتاعته. ظاهريه الجنب من النواحي الدفاعيه والهجوميه بالنسبه للزمالك افضل من الاهلي؟ الخبرات او يعني جابها كامله. بص خلينا نتكلم برضو على الجاهزيه، انت بتتكلم على علي معلول وبتتكلم ممكن بنسبه كبيره محمد هاني، بتتكلم هنا على فتوح، بتتكلم على عمر جابر. على عمر جابر صح ولا لا؟ واللي امامهم، ما هو اللي امامهم كمان، ما هو اللي امامهم مصطفى شلبي، ما هو اللي امامهم انا مش هلعب بثلاثه نص ملعب، فالامام في اتنين ديفندر والطرفين اللي قدام زيزو ومصطفى شلبي. عشان كده بقول لك ايه، في فرق ما بين بتاعه وليد وفرق ما بتاعتي. وليد هشتغل على 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 جبهات، ثلاثه في جبهه، اشتغل على ثلاثه في جبهات. انا بالنسبه لي هشتغل على ترحيل، ان انا اتنين الديفندر بيرحلوا حسب اتجاه الكوره، وعبد الله بياخد الديفندر اللي هو بنتكلم على الراجل سواء مروان. فعشان كده انا بقول لك الطريقه بتاعتي الاثنين هيضموا، انا هعمل ستارتين. انا هتكلم بقى كراجل أيوة في فرقه، عشان احمي خط دفاعي هعمل ستاره قدامه. تمام، لازم يرد زيزو على طول جنب دونجا وجنب رؤى، هو مصطفى شلبي فيبقى اربعه هيقابلوا النادي الاهلي. لو زاد الطرفين مع اتنين ديفندر هيبقى اربعه، وعندك الاطراف اللي هم اللي ورا الثلاثه اللي قدامها قابلهم اربعه من بتوعنا، بنتكلم على لو سواء بيلعب الشحات او بيلعب الناحيه الثانيه بيرستاو، بتتكلم على فيرود، بتتكلم على الراجل مودس، هيقابلوا الاربعه المساكين. فبالتالي انا عملت ستاره قدام الستار. هنا بقى عبد الله السعيد هيشتغل على مروان عطيه، اللي هو ما يخليش مروان عطيه ما يستلمش او ما يبداش الهجمه. ثاني حاجه ناصر منسي يلعب على الاثنين المساكين، فالنهارده هلعب 4 4 1 1. دي طريقة لعب اللي انا بقول لك دي اللي تقتل بيها الجيم، انك تطول مع النادي الاهلي. عايز تكسب النادي الاهلي ما انا بقول لك أربعة، انا بقول لك 4 4 1 1 4 4 2. ما انا بقول لك عشان 4 4 2 لو هيضغط على اثنين مساكين، واحد يروح والثاني يبقى تحتيه او الاثنين يضغطوا من قدام. فالنهارده نادي الاهلي عشان تكسبه طول مع الجيم، طول مع الاهلي. لو جاب فيك هدف هيبقى مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك. نادي الاهلي راكب بقاله 3 ماتشات هو اللي بيكسب مع كولر 2-0 في 3 في 4 1، فعنده الثقه ازيد في الماتشات. ما تخليش الاهلي يجيب جول. انا لعبت مباراة السوبر في الامارات، لازم تطول مع النادي الاهلي وتوصله ان هو يبقى عنده مجازفه هجوميه،
تبدا تلعب على الحته دي انك تحاول تخلي النادي الاهلي اللي جاسب فتكسب. عايز اخد من كلام الشيشيني عشان نربطها بس. اتفضل. ده بيقول ان الاهلي لازم يضغط من الاول. يعني بص اركب بس الكلام مع سامي صح مليون في المية اللي هو بيقوله. النادي الاهلي عشان ما يخليش الزمالك يطول معاه المباراه لازم تخش الجيم راكب من الاول. بالظبط زي ما عمل في السوبر وكرة اللي اتقطعت من برونو صافيو جون 1-0 في اول 10 دقائق خلاص الموضوع انتهى. الجيم بقى بيختلف، السيناريو بيختلف خالص، خلاص بقى تعالى لي وانا هرد في نص ملعبي. دي الثلاث ماتشات اللي الاهلي كسب فيهم المره في اول بادئ. يعني هو اللي بادئ جاب الاولاني في الاولاء في المباراه بتاعت بس في مره فيهم اوسوريو يعني انتحر. ما هي ما ده بقى دي الاخطاء. 4-1 لعب 4-1 4-1 اللعب بفتوح ديفندرت. لا جوميز اكثر دفاعيه من لا اكثر بس بيضغط على كل لا اوسوريو على فكره قبل المباراه دي هو ما كانش كده. قبل المباراه ما كانش بيلعب بالطريقه دي. هو فجاه راح بيلعب فتوح لوحده، ما فيش حد تاني مع فتوح لروقه ولا اي حد كان موجود. صحيح. كلنا اتصدمنا والاهلي جاب 3 اجوان في اول شوط. ده ربنا سترها ان كان ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده بكتير لولا الشوط الثاني لم شويه عمل تغييرات يعني في بين الشوطين فالمباراه اتغيرت. بص ضغط عالي ازاي؟ بص ده اللي احنا بنتكلم كان امتى؟ في البدايه جدا. جاب الهدف في الاول وراح جاب في اخر في الدقيقه 90 لعب على الطاقه كريم فؤاد جاب الهدف الثاني في المباراه دي فقتل الجيم. المباراه بقى اللي هي الثانيه بتاعت فيريرا لو تفتكر فيريرا غير الجبهه اليمين هو اللي استعجل الفوز راح الراجل لاعب كل خلص الجبهه وراح جاب 3 اجوان صح ولا غلط؟ لو تفتكر كانت النتيجه 0-0 والاثنين ماشيين مش عارف مين اللي هيكسب. فجاه فيريرا عامل تغييراته راح شال بعتقد عمر جابر على عمرو السيسي فتح الجبهه ناحيه اليمين. الاهلي استغلها وجي منها لو تفتكر الاجوان الثلاث اجوان اللي جت. الماتش بقى التالت بتاع 4 لعب فتوح بس. يعني الاخطاء هنا كانت بدايه مدربين. الاخطاء هنا كان في اخطاء فالاهلي استغلها فكسب. في المباريات الكبيره ما ينفعش يبقى في اخطاء. المباريات الكبيره لازم تطول الجيم مع النادي الاهلي، ما تستعجلش فوز لان لو جاب هدف زي ما كنا بنتكلم كده هتلاقي النتيجه متغيره تماما. عشان كده سيب الاهلي سيبه يضغط وسيبه يلعب. عندك مساحات سرعه مصطفى شلبي، عندك سرعه زيزو، عندك سرعه ناصر منسي فدي تخلي النادي الاهلي قلقان. وعندك واحد بلاي ميكر ممتع اسمه عبد الله السعيد او ناصر ماهر يقدر يوصلك في ثانيه. عبد الله من غير ما يستلم بيلعب، يعني ممكن تتلعب فجاه يروح حاطط لك انفراد. فدي الميزه اشتغل في المساحات اللي ما بين علي معلول وعبد المنعم وما بين هاني وما بين رامي ربيع. الحاجات دي كلها لما تخش وتشتغل في مساحات الزمالك يبقى مستريح يوصل. قوه النادي الاهلي في خط وسطه بالثلاثي الخط الوسط، تحكم في رتم المباراه، الكرات الطويله، الرقابه، استحواذ، قوته قوه النادي الاهلي في 4 حاجات. 1 الروح خلاص دي على جنب. دايما مباريات الاهلي الكبيره الفرقه بتبقى روحها في اعلى درجات. ادي 1. 2 الاهلي من الفرق الكبيره جدا 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 سواء في التحولات من الدفاع للهجوم او في الارتداد من الهجوم للدفاع، ودي يعني فيها مشكله عند الزمالك. الزمالك فرقه كبيره جدا وهايله في التحولات من الدفاع للهجوم. لو قطع الكرة وانت مهاجم لا عنده زيزو سريع، عنده مصطفى شلبي حريف، عنده ناصر منسي محطه كويسه، عنده عشان كده كابتن لعب 2 دونجا وروق عشان كده العب على الترحيل بس ان انا امن ورا الناس اللي ممكن ما ترجعش بسرعه. مليون في الميه. بس الزمالك من فتره كبيره من ساعه اوسيريو وعنده مشكله كبيره جدا في العكس بقى في الارتداد من الهجوم للدفاع. لا مش احسن حاجه. طب ارتداد عندك الاهلي عندك حسين الشحات بيرتد بسرعه وعندك مرسي تو بيرتد بسرعه ارتداد عالي ولا عندك الثلاثه هم اللي بيرتدوا بسرعه في وسط الملعب؟ انت عندك الفرقه كلها بترتد بشكل. بيرسي تاو من اهم المميزات اللي فيه اللي بتخلي مستر كولر على طول دايما يختاره في المباريات الكبيره هي الارتداد مع محمد هاني. ونفس الكلام حسين الشحات كان في الاول ما بيعملهاش بقى بيعملها بشكل كويس جدا. عشان كده تراهن على كل المباريات الكبيره اقول لك بيرسي تاو حسين الشحات كهربا ثلاثة دول. أنا عايز أكمل لوليد أمان. حاجة عشان كده اللعيب العشوائي التكتيكية ما بقاش موجود في الماتشات دي. اللعيب اللي تكتيكية ما بقاش منظم ما بقاش موجود. لا اللعيب ده الثغرة اللي هلاقيها أي مدرب هيخلص عليك من ناحيتها. وارتداد بقى كمان الثلاثة بتوع نص الملعب. إمام عاشور ارتداده طبعا، مروان عطية في ثانية، عمرو السولية ارتداده بخبراته كبيرة جدا. هنا فيها مشكلة شوية عند نادي الزمالك ارتداد عبد الله السعيد مع ارتداد مصطفى شلبي. مش احسن حاجه. عشان كده مأمن مش اقوى حاجه تأمن بدفندري. عشان كده تأمن باتنين مع اتنين مساكين مع طرف من الاطراف على الاقل يبقى في 5 بيدافعوا. فاضل واحده في جبهه شغاله يعني. فاضل واحده بس عنصر واحد اللي قلت لك قوه الاهلي الروح، الارتداد من الهجوم للدفاع، التحولات من الدفاع للهجوم، واخر حاجه الريتم. رتم النادي الاهلي ما شاء الله الله اكبر.
الريتم بيسرعه بشكل غير عادي. ده طبعا من بطولات افريقيا، من وصولك او وجودك في كاس العالم للانديه على طول. الريتم اول ما رامي هيحط الكره لهاني، هاني هيسند، هيحط بين هيحط بين السردباك والباك، هتلاقي التحولات عاليه جدا، ولو كره اتقطعت الارتداد عالي جدا. انا قدامي دقيقه المباراه تكمل اللي بعد 90 دقيقه. لا الزمالك يكسب بدري في الشوط الاول او الثاني، يخلص من بدري ان شاء الله. امال لعبت باثنين ليه؟ لا ما هو الاثنين ده مش عشان اوصل للبدلات. انت كابتن قلت لعبت اثنين عشان مش بلعب اثنين عشان الاهلي، مش بلعب اثنين عشان اوصل المباراه لحاجه معينه. انا بلعب اثنين عشان هو ما يخلصش بدري، عشان هو اللي ما خلصش بدري. بلعب اثنين عشان اقدر اخطف في الهجمات المرتده. اللي هيجيب هدف الاول هو اللي هيفوز باللقاء. مش شرط، بس انا بقول للزمالك ممكن المباراه تخلص 2-1، ما فيش مشكله، ممكن حد يبدا والزمالك يجيب، ما فيش مشكله. نفس السؤال سريعا. صح زي ما الشيشيني بيقول، رقم واحد المباراه مش شرط اللي يجيب جون الاول هو اللي يكسب. ادي واحد. اثنين، لا طبعا انا عكسه تماما، الاهلي هيكسب وهيكسب بدري في 90 دقيقه. فكره بقى المباراه تروح لأني سيناريو، وهي دي مباراه القمه. السؤال الاخير، من الافضل في ضربات الجزاء؟ انا بالنسبه لي لو صبح بدري اغير بعواد يبقى الزمالك كابتن. لا بتفق مع سامي، عواد بس برضو مصطفى يعني ما اظنش حطش في مواقف كده، لكن برضو خبرات الاهلي عاليه جدا. لا ضربات الجزاء ملهاش مقاييس، بس انا بتكلم على عواد عشان عنده خبرات قبل كده. عنده خبرات. كابتن وليد بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا وكابتن تامر. كل سنه طيب، انت اللي مطالب، وكل سنه وانت طيب، ويا رب بكره يوم سعيد على الكره المصريه، وان شاء الله يقدموا لنا شكل يليق بالكره المصريه ان شاء الله. كابتن سامي بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ووطنا. ده شرف ليا يا كابتن، ربنا يخليك. مبسوط جدا طبعا مع حبيبي دائما وابدا ممتن يا كابتن. كل التوفيق ان شاء الله للكره المصريه غدا بمشيئه الله، مباراه بين الزمالك والاهلي في نهائي كاس مصر ان شاء الله، مباراه تليق بسمعه الكره المصريه. دمتم في رعايه الله وامنه، وغدا ان شاء الله تغطيه خاصه بعد هذه المباراه على ملعب اون. دمتم في رعايه الله وامنه، وتصبحون على الف خير.